تاخد الدوالي بدون ما نروح لدكتور وبدون ما نخش. ده العلاج بالليزر، ده علاج تجميل. أهلا بكم، وطبعا جمعة طيبة إن شاء الله. الحقيقة عايز أبدأ حواري الأول النهاردة معاكم بتساؤل مهم جدا، ما معنى الإنسانية؟ طبعا يعني سؤال ممكن الناس تعتبره نوع من الـ يعني الـ الكلام اللي بيسموه الإنشائي، كلام مش هيضيف لأذهاننا الكثير، لكن أنا هكلم بقلب مفتوح جدا. الإنسانية معناها إيه؟ هل معناها ان انت يعني تحس دايما ان انت سوبيرور على الاخر، وان انت اعلى من الاخر، وان انت كائن المفروض خلقت جميع الكائنات لخدمتك؟ ولا الانسانية اهم معنى فيها هي انك تحس بالاخر، تحس بألم الاخر، اي حد غيرك تحس بألمه. وكل ما هتحس بألم الاخر ومعاناته وحزنه، تقدر هذا الحزن جوه عقلك وجوه قلبك، كل ما الإنسانية بتاعتك هتبقى درجتها وإحساسها أعلى. يعني واحنا شايفين هذا الكليب الرائع، هذا الفيديو الرائع، الراجل اللي حاسس بألم مراته أثناء الولادة، ده راجل جدا
جدا. البنت اللي تحس بألم صديقتها اللي تعاني من مشكلة طبية ما، دي بنت رائعة. الإنسان اللي يحس بألم وحزن أي إنسان آخر هو إنسان رائع. وعكسه الإنسان اللي، وخلي بالكم يعني أنا دايما أقول إنه فقد الإحساس بالآخر وفقد إحساس بحزن الآخر وبألم الآخر عامل بالظبط زي السرطان، فقد الإحساس يبدأ يزيد. يبدأ الأول من إحساس متناقص بالحزن تجاه الآخرين، مشكلة تحصل عند حد، ألم يحصل عند حد، فقد الحياة يحصل عند حد غيرك، غير محيط ودائرتك، تلاقي أنت حزنك قليل، خاف قوي 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 قوي، خاف لأنه هذا الحزن القليل هيبدأ يقل وينكمش، ودائرة اللامبالاة ودائرة التعالي عن الإحساس بالآخر هتبدأ تزيد. كانسر هيبدأ يزيد، هيوصل لمرحلة ينهشك كلك. اللي هو إيه اللي ينهشك؟ اللامبالاة، إن أنت مش في دماغك الغير، مش في دماغك إن وطنك في مشكلة وفي محنة، مش في دماغك أو مش حاسس بألم غيرك. ده هيبدأ يزيد جواك لغاية لما توصل لمرحلة إن أقرب الناس ليك هيكون في ألم وهيكون في حزن وهيكون في كارثة. أقرب الناس ليك بقى في بيتك وإنت برضو ممكن تكون مش حاسس. أنا بقول الكلام ده ليه؟ طبعا اسمحوا لي إن أنا أقدم تعزية لأهالي شهداء مصر وضحايا مصر من مسلمين ومسيحيين، لأنه برضو هنا هنقف قدام التقسيم الفرق والكلام وواو العطف دي، الواو اللي أنا بكرهها جدا. انتوا عارفين العطف يقتضي التغير، فلما أقول مسلمين ومسيحيين يبقى فيه تغير. خلينا نبص القضية اللي أنا بتكلم فيها والقضية التانية بتاعت التغير دي بتاعت الواو دي محتاجة تفكير كبير قوي. النهاردة وإحنا بنعزي، لو أنت مش قلبك مليء بالألم والحزن لازم تراجع نفسك. لو أنت مش حاسس بألم الضحايا دول والشهداء دول وحاسس بأنه إزاي الباب هيفتحه الأستاذ عاطف أو الأستاذ أحمد وهيلاقي أنه أخوه أو مراته أو بنته مش موجودين ورا الباب ده، وده إحساس فظيع جداً، انه البيت فضي بعد ما كان مليان بحس ويسمع صوت هذا الحس بيجيله من وقت للتاني، ده شيء مؤلم جدا. عارفين اكتر انواع الالم عند من يفقد قريب له او حبيب له في هذه الضحايا، في هذه الحوادث اللي بتقوم او بي 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 بيمتد ليها ايد الخيانة وايد الكره وايد اللا انسانية، اكتر احساس بالالم ما بيكونش ساعة المشكلة. ساعة المشكلة فيه صدمة رهيبة، الألم بيزيد على فكرة بعد شوية لما يفتح باب بيته وبيدور على صوت مراته أو صوت بنته ويسمع صدى الضحكة بتاعته أو صدى الكلام بتاعهم وهو صدى مبهم صدى متألم. هنا الألم بقى ليالي سيئة جدا بتمر عليه، لازم نحس بكده. لو ما حسيتش بكده أنت مش إنسان، مش إنسان والله العظيم، ما أنت إنسان خالص. وكلمني عن أي بقى تفسير تاني ليك، كلمنا على اي تعريف تاني بقى باللغه الطبيه بتاعتنا. الامراض نفس المعنى، ما حسيتش بمرض الغير انت مش انسان. لو ما حسيتش بانه لازم الغير يقدر معاناتك انت ما انتش انسان. هنا الانسانيه ما بتتجزاش، ومحدش يقول لي لا ده انا انسان قوي واعرف اوجه مشاعري بقى. لو انت هتعرف توجه مشاعرك تعرف برضو ان انت خلاص انت ابتدأت تفقد جزء من انسانيتك، ان انت بتفرح لناس وناس تانية ما بتفرح لهمش قوي، بتحزن لناس وناس تانية ما بتحزن لهمش قوي، بتهتم زي ما تكون دكتور برضو بتهتم بناس وناس تانية ما بتهتمش بيهم قوي، بتقول العلم في حتة معينة وبتبخل على ناس تانية ما تقولوش. خلاص انت طالما قسمت نفسك اعرف ان انت انسانيتك بتقول لك جود باي. انسانيتك بتروح منك زي بالظبط
وتحتل بشيء آخر بغيض زي الكانسر. وأعتقد أن ضيف العزيز يعني الاسم اللامع والكاريزما الرائعة في مجال طبعا النساء والتوليد والحاضر دائما الأستاذ دكتور سيد الأخرس يشاركني هذا المعنى. أهلا بك أستاذ دكتور أيمن. أولا أعزيك وأعزي نفسي ويعني أعزي مصر كلها, ودي أول حلقة لينا على الهواء مباشرة بعد الحادثة طبعا, عشان برضو الناس تفهم احنا بنسجل دايما قبل الحلقات باسبوع ما عدا حلقه حضرتك بتطلع فيها هوا بشكل مباشر, معظم الحلقات احنا بنسجلها قبلها باسبوع, فكانت شديدة فرصه ان احنا نعزي المصريين, مصريين بجد طبعا طبعا. يعني عارف البدايه مؤلمه, ولما كنا النهارده كان عنوان الحلقه المراه والالم, ده الوطن في الم بجد, يعتصروا الالم والحادث الشنيع اللي تم, اللي احنا ما نقدرش نمر عليه مرور الكرام او نقول تعازينا او الحمد لله ان الدنيا هديت وما حصلش فتنه وقدروا يتدرجوها وقدروا رجال الدوله يتدرجوها. لا, قرب للمعاناه, قرب عن عمق قبل ما نتكلم زي ما بتقول في نظريات ونتكلم بشكل كده مرسل. تعالى نتكلم لما الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ظل جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه, ما قالش اني جار. طب لو جارك كان مسيحي وبيودك وبتوده, يعني ينفع انك انت تتعامل معاه بدون الازدواجيه؟ يعني ايه ازدواجيه؟ يعني تنتقي, يعني احيانا يبقى سلكتر يعني مثلا زي الحادث الالم الشنيع اللي تم في كل البيوت الموجوده, وبجد كان في صدق واحساس بالالم. ينفع نقول اه معلش انا حزين عليهم, بس ما يجوز عليهم الرحمه؟ ما ينفعش اقول الله يرحمه اصله مسيحي؟ هو ربنا مستني الريموت كنترول من ايدك عشان توجه ربنا يرحمه او لا؟ يعني ربنا اللي خلقه وخلقك, وبيقول ربنا لو شاء الله لجعلكم أمة واحدة, يعني لو مشيئة ربنا لجعلنا أمة واحدة كان عملها. وربنا لما يقول للرسول عليه الصلاة والسلام لست عليهم بمسيطر, يعني مفيش سيطرة, مفيش إيد عليا, إنما أنت بشير ونذير, تبشر وتنذر. كل الرسل جم لهداية الإنسان, ومن هم من آمن ومن هم تحجر قلبه, وفي الآخر رجوعنا الى ربنا يقول لنا مين اللي كان صادق ومين لا. لكن لما يجي لو انت عاوز تكون متدين بجد, اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم, اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. ولما يجي ربنا في القران ويقول ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا, ده خلاص ده قول فصل ربنا اللي بنسجد له كلنا, كل منا على علاقته بربنا الخاصة. وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا, فيقول لك ربنا على لسان رسوله اللي هو يقول عنه ربنا إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة, يعني ما فيش كلمة على لسان الرسول إلا ما تيجي بوحي. فيقول لك من آذى ذميا فقد أذاني, لما يجي ينهاك ويقول لك ان لو اذيت الذمي, اهل الذمه اهل الكتاب اليهود والنصارى, لو اذيتهم فكانك اذيت الرسول مباشره. يبقى انا رسول انت بتتبعه وانت مش عاوز تاتمر باوامره وتنتهي عن نواهيه, واني اله تسجد له يدعوك الى سفك الدماء ويدعوك الى القتل؟ اي اله يدعو الى المحبه والغفران والتسامح؟ ربنا غفور رحيم, طول اياته كلها غفور رحيم, يغفر ويسامح ويعلمك. لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وتركوك قائما. ليه قبل الرسل لما كان ما يجي رسول في ناس تقتل الرسل, بتقتل الرسل, بيقتلوهم ليه؟ متحجرين. بيقتلوهم ليه؟ مش عاوزين يامنوا الا غير باللي جواهم الذي تخدم الالهيه هواه, والذين يحكمون في الله بغير علم ولا كتاب مبين. بيحكموا في الله وبيحكموا على ربنا ان ده رايح الجنه ورايح النار,
انت لو بضليت عشان تصل الى الله، الله هو بقى يحكمك وحاسبك. ولكن لما نيجي نتكلم على الارض الواقع والمواطنة والحقيقة والبلد اللي احنا عايشين فيها، البلد لما بيحصل فيها كوارث على المسلم والمسيحي، لما بيحصل فيها انتصار على المسلم والمسيحي، يعني نفسي نلغي، لما بيحصل فيها انكسار الواو، الواو مش واو التباين، ده واو المعية. ماشي. الواو واو المعية. أنا وأنت، أنا وأنت، أنا وأنت، الواو للتقارب، لدمج الفصلين ما بين أنا وأنت. فلما يحصل انتصار للكل وانكسار للكل، لما حصل في 67 ماتوا شهداء من المسلمين والمسيحيين، ولما حصل انتصار في 73 ماتوا شهداء من المسلمين والمسيحيين، شهداء بقى يرجعوا ربنا يحاسبهم، 2011 ويحاسبهم كيف، و 30 يونيو كل. لكن المعنى ضخم، ولما زي ما انت كنت بتقول، لما يكون الجار اللي بيسيب لك شر يعني مناسبه، لما بيغير يقول لك كل سنه وانت طيب، رمضان كريم، عيد فطر، عيد اضحى، مناسبه ان ايا كان بيسلم عليك وبيحبك وبيعطف عليك. هل احنا لازم نترجم اللي بيعطف عليك ده بيعطف عليك لانه في درجه اضعف منك، بينفقك؟ اصل المسيحي جبان، مسيحي يتسامح، عنده سمو، عنده كبرياء، عنده الناس اللي قعدت في وسطهم وهم يعني جايين من المدفن، عندهم كأن في روح قدس نزلت عليهم عامله لهم سمو، اللي هم بقوا البشر العاديين لو حصل لاي حد فينا مش هيقدر بالهدوء ده، ولا تقدر دوله تسيطر عليه بالانفعال ده، لكن هم قادرين، حاسوا ان هم شهداء واحتسبوهم عند ربنا. هل احنا حاسين بده؟ لما يكون احنا واحنا تلامذه في المدرسه، انا وانت، على فكره المشهد ده مهم جدا، مشهد الانفعال، مشهد حاله المستكينه اللي نزلت الغريبه، رد الفعل. يعني احنا لما نيجي نشوف ازاي في بيت عباده وعدد من الضحايا وكلهم نساء واطفال، وطبعا تاثير فقد المراه بالذات عند الرجل في نوع، لانه المراه هي الزوجه والام والبنت والحبيبه قبل كل حاجة. بس يعني النهارده المفروض اي حد يتوقع رد فعل في ظل احتقان، في ظل توتر، في ظل هيخرج عن الهدوء جدا، من كمان عوامل الكثيره جدا اللي كان ممكن تؤدي الى الهدوء، ومع ذلك لم يخرج الامر عن النطاق الطبيعي جدا. عارف ليه يا ايمن؟ لان انا ما كنت مع استاذ عاطف ربنا يصبره، بيقول ايه، انا عاوز اوري للناس مشهد، بيقول ايه، اللي فجر نفسه في الكنيسة تحت تدليس أعمى وتحت يعني فقدان تماما للمعايير والثقافة الدينية والعمق الديني، هو اللي نفسه فجر نفسه عند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. ما كان راح يفجر القبر، كان راح يفجر مسجد الرسول. لا ينتقي، وكل منا لما تيجي تشوف بمزاعمه الشخصية. بس أنا كنت عاوز أوصل للمشهد الأولاني، احنا اتولدنا وما نعرفش فيه فواصل، لكن لما يجي في الاخر واحنا دخلنا المدرسة وبعد كده بناخد عربي وحساب وانجليزي وي 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 وي، وبعدين تيجي في حصة معينة يحصل فصل، انت بتاخد ايه ده، فصل ايه ده، احنا صغيرين في ابتدائي، فصل ما بين انت تاخد الدين، حصة الدين، وراح ياخد حصة الدين، ونرجع وامتلئنا كأننا كنا اعداء. يعلمونا ثقافة غريبة جدا، ان ده كافر. طب انت لما بتعلمني ان ده كافر ايه اخره؟ لما كافر وبكبر، يبقى في التشكيل الوجداني البسيط في الاول خالص انت بتعلمني مفاهيم غلط، بتعلمني كمان ايه، ان مش ده وطن، وده علاقته بربنا هيرجع لربنا يحاسبه. يعني انك لن تهدي من يشاء، ولكن انك لن تهدي من احببت، ولكن الله يهدي من يشاء. لما نيجي نقول في الاخر خالص، اصل الكافر ده يحل لك بقى بفتاوي سرقته، وانك انت تبقى مراته ثبايا ليك، وانك انت بتتعامل معاه تكفره، واللي بيكفره ده ممكن يبقى يحل دمه. كل المفاهيم دي اللي عاوزه تتغير من البدايه،
عشان ما تيجي تقول في الاخر خالص الوطن بيكبر، احنا مش عاوزين نقول الحدث وعدى والحمد لله يا رب انقذت مصر من الفتنه، بس الفتنه قائمه والفتنه مستمره. ازاي الدرس اللي اتعلمناه الالم اللي حصل ده، لو كان الالم زي ما بنتكلم في الجسد هو علامه تنبيهيه ان في شكل ما، وبالتالي نفوق ونشوف المشكله فين ونحلها، وبعد كده الالم يعلمك انك انت ما تتكررش تاني. طب تعالى نشوف استاذ عاطف لو كان معانا بيقول ايه. المهندس عادل، ابن الاستاذ عاطف او ابن المدام جيهان الله يرحمها. المهندس عادل ابن مدام جيهان احد ضحايا تفجير كمان، صورتها حتى تنزل معانا كمان واحنا يعني اولا اعزيك من قلبي، وانا يعني زي ما بيقولوا لا اجيد عبارات تعازي بشكل مهني، بحكم يمكن ان احنا يعني الى حد ما عمليين بشكل او اخر، لكن خليني ابدا الحوار معاك يا باشمهندس بالاحساس الان الموجود في المنزل، في بيتك وخصوصا انه مدام جان لم تتعود موجوده. اهلا بيك يا باشمهندس. اهلا وسهلا، اهلا بيك. البقاء لله والبقاء في حياتك، وان شاء الله مدام شهان في مكان اجمل واعظم وافضل، واكيد يعني ربنا سبحانه وتعالى رحمته يعني يعني كلنا حاسين بانها اكيد ستشمل هذه المراه الجميله اللي فقدناها وفقدنا كتير جدا، ونموذج من اللي فقدناها ونموذج من البيوت اللي فيها الالم. اهلا بك يا عادل. اهلا بيك يا دكتور، زي ما الدكتور ايمن كده بيوجه لك، بجد احنا عاوزين والناس تتعايش معاكم الالم والحزن والحسره، احساسكم ايه بالفقدان؟ تقبلتوه ازاي؟ ايه السكينه اللي نزلت عليكم دي؟ الناس عاوزه تفهم. لا يا دكتور، يعني عاوز اقول لك ان وضع ان احنا مش متعودين عليه ومش مش 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 متفهمينه لحد دلوقتي لحد الحقيقه، بس ربنا بيعزينا يعني الحمد لله، ربنا بيعزينا وبيبعت لنا علامات وبيبعت لنا دلالات يعني، وخبرت ناس مكان احسن من اللي كانت موجوده فيه معانا الحمد لله يعني. يعني ايه ربنا بيعزيكوا؟ يعني ربنا بيعزينا بيقول لنا ناس مكان احسن، بيقول لنا ناس في وضع كانت احسن فيه موجود فيه معانا على الارض، هي مطمنه علينا واحنا مطمنين عليها وعلى مكانها موجوده فين دلوقتي. كل ده بيعزينا وبيصبرنا شويه يا دكتور الحمد لله يعني. بابا قال لي وانتوا قلتوا كان كل القرايب الموجودين وانا قاعد في السوق بتقولوا لي ان الناس قابلوا الجثامين كلها في الجناز بالزغاريط، ليه؟ ليه الناس وكنا مستغربين؟ احساس الشهاده؟ احساس الشهاده؟ احنا يعني غريب يعني بنقول ان هي راحت السماء يعني راحت عند ربنا، واحنا فرحانين لان يعني هي متأكدين في الحياة عند ربنا الوقت شكلها عامل ازاي، متأكدين ان هي كان احسن من هي موجودة فيه، لان احنا ما عندناش موت يعني احنا عندنا انتقال، انتقلت هي مكان احسن كانت بتتمنى يعني وسط الشهداء يعني القديسين، والحمد لله نشكر ربنا يعني الحقيقة في مكان دلوقتي احسن من اي حد ممكن يكون موجود فيها يعني. استاذ عادل، باشمهندس عادل، الحقيقة الحمد لله على لساننا جميعا. ده هل نتصور ان احنا لما نقول لربنا سبحانه وتعالى الحمد لله في هذه الدرجة من المصيبة وفي هذه الدرجة من الحزن، ربنا سبحانه وتعالى يعني ما يردش لنا هذا الحمد بنعمة كبيرة جدا وهو اللطف، وهو يعني الرحمة اللي هتنزل على الاهل، الرحمة للشهيد الفاضلة طبعا نتمنى لها دائما الرحمة، لكن ليه كنتوا بقى هو ده اللي انا يعني انا عايز اسال عن الوالد الاستاذ عاطف، يعني حاله ايه دلوقتي؟ لان انا كنت عارف ان هو بيستمع لينا، كنت نفسي يعني اسمع صوته واسلم عليه واعزيه بنفسي او بشكل مباشر، لكن طبعا يعني لو قدر ان هو يعني يدخل معانا يعني هيبقى شيء يعني مهم بالنسبه لي. لا هو الوالد كويس بخير الحمد لله، بس هو عنده مشكله في ودانه بسبب الانفجار اللي حصل. هو كان موجود؟ مش هيقدر. هو كان موجود معاه في قلب الكنيسه. يعني ده من لطف ربنا بينا يعني الحمد لله ان هو كان موجود معاها وقدر ان هو يتصرف ويقدر ياخدها من نصف الموضوع اللي كان موجود. ربنا يثق بينا ان الموضوع كان برضه والحمد لله بعيد عنه شويه. هو
اتفضل يا عادل. هو بس جاي له اصابه في ودنه، ان هو يلمه من سنه باع كويس نتيجه الانفجار يعني، بس الحمد لله انت ربنا بيجيب ربنا حلو. ربنا يرحمه يا عادل ويصبركم ويرحم كل اللي استشهدوا ونحسبهم عند ربنا ان شاء الله يكون في منزله اجمل، وتعزينا ليكم مره اخرى. باشمهندس انا كان نفسي فعلا اكلم كل اسر الشهداء. طبعا طبعا طبعا. كان نفسي ان انا اعزيهم بشكل يعني مباشر، يعني اروح اسلم طبعًا على طبعًا. ومش انا بس، كل المصريين، مش عشان اقول لك انا بس، لا كل مصري، الناس كلها حاسه، كل مصري حقيقي، كل مصري انسان، كل مصري عنده انسانيه. وصدقوني لما اقول لكم ان الخير في مصر كتير جدا جدا، اكتر من اي حد يفتكر، واللي ساعات يتشاف مش هو ده الحقيقه على السوشيال ميديا مثلا، مش هو ده الحقيقه، مش هو ده الحقيقه ابدا، مش ده الحقيقه، مش ده اللي انا شايفه. انا ما شفتش حد مش حزين، وانا يعني كل الدنيا اعرفها وكل الدنيا بشوفها الا ما كان حزين. طبعا ما شفتش حد الا ما لقيته متاثر جدا وبشكل كبير للغايه. متاثر لانه برضه احنا بنتاثر، وبرضه هنا مهم قوي، معلش قبل ما نروح للمداخله مهمه جدا استاذنا، بس عشان انا عايز اقول حته مهمه قوي. ارجو ان احنا نتنبه الى انه اعدائنا من ضمن مخططاتهم الخطيره جدا هو جعل الموت له تسعيره او له عنوان. تقوم تقول لي يعني ايه الموت له تسعيره عنوان؟ لا ينبغي ابدا انه يفترق حزننا ما بين مدني، شرطه، جيش، مسلمين، مسيحيين. لا ينبغي ابدا ان احنا نحس بالحزن بشكل مختلف، هو على المستوى الشعبي وعلى المستوى الاعلامي. هو ده وعلى المستوى الاعلامي، لانه دلوقتي يا فندم القصه بقت ايه؟ القصه بقت في منتهى الخطوره في ان احنا في مثلا حدث زي ده، الاعلاميين والشكل الاعلامي والحضور الاعلامي والتاثير يكون اكبر من شكل اخر، وهذا امر في منتهى الخطوره. وهم نجحوا، هم مين؟ اعدائنا اللي اساسا بيتنمروا بالبلد اكتر من مره. بس عاوز الحق اعمل مداخله مع الدكتور محمد متوكل الاول عشان دكتور محمد العصر. خطاب، دكتور محمد خطاب هو طبعا عضو اللجنه الفنيه، عضو المكتب الفني لوزير الاوقاف. اهلا بيك يا استاذنا، اهلا بيك فضيله الاستاذ. اهلا وسهلا، الف مرحبا. اهلا بيك يا فندم. اولا اهلا بيك يا فندم، اهلا بيك دكتور محمد. ازاي حضرتك؟ الله يسلمك دكتور سيد. واحنا في يعني في خضم الحدث اللي ألم المصريين جميعا، كنا عاوز اقول، وانت حضرتك يعني مسؤول من المسؤولين عن الخطاب الديني، يعني ايه تجديد الخطاب الديني؟ ويعني ايه ليه المفاهيم مغلوطه؟ ليه احنا فاهمين عن الدين مغلوط؟ وليه ان احنا لما نيجي نتشدق بالدين نكون اكثر شده واكثر تعصبا وكاننا بنحكم بالقبليه؟ ليه بنقدر ما بنش عارفين نتقبل الاخر اللي بنختلف معاه او بنختلف عنه؟ ليه ان احنا دايما عندنا ازدواجيات حتى في المعايير؟ يعني الناس تتعامل مع الغرب وكانهم مش شايفين فيهم ان هم مسيحيين، رغم ان العلم جاي من الغرب. مسيحيين ان احنا بنكفرهم بنستفيد منهم علميا، اللي احنا بنكفرهم احنا مش اللي احنا مش احنا ان اقصد اللي مش احنا اكيد طبعا، اللي احنا بنكفرهم بالخطاب اللي بيخليه يكفرهم ونشوفهم ان هم كافرين، هم اللي بيوردوك او يعني هم اللي بيمدوك باكلك وبشربك وبصناعاتك. نتكلم مع الناس ازاي؟ ايه الرساله اللي تقدر توصلها لهم؟ الحاجه الثانيه، معلش يا استاذنا الفاضل، عايز انبه لنقطه مهمه واتمنى ان انا اسمعها منك برضو بتوضيح شديد جدا. الازهر هذا الاسم الكبير جدا، وانا عرفت وما زلت اعرف وساعرف عدد لا نهائي من الازهريين، سواء اطباء او مهندسين او خريجي كليات الدعوة او خريجي كليات اصول الدين، وفي منتهى التسامح والاعتدال، بل ان انا اقول ان هم مصدر رائع للتسامح وللفهم الحقيقي للدين عبر العصور. انا عاوز اسمعه. فنسبه، اريد ان افهم برضو انه هناك بعض الاصوات
وبعض العقود تصدر فكرة أن المناهج الموجودة وأن العلم الموجود في الكتب الأزهرية هي التي يخرج منها الفكر الإرهابي أو شيء من هذا القبيل، رغم أن الواقع لا يقول هذا، ورغم أن أنا غير مقتنع إطلاقا، مش غير مقتنع ده أنا أرى أنه هذا ضد، يعني هذا عكس الواقع. الكتب الموجودة في الأزهر الشريف كتب تقول بالتسامح وكتب تنقل نقل رائع وعظيم ودقيق ومنضبط جدا للدين الإسلامي ووسطية الدين الإسلامي بلا أدنى مجاملة لأحد أو اعتبار لأحد آخر. الأمر أنا أرى أنه هذا الأمر هو منبع الخطر الأصلي اللي أنا بتكلم فيه ده دلوقتي، هو ده منبع الخطر الأصلي. أنا معلش أطلت في السؤال، لكن أنا هذا الأمر أريد أن أفهمه من حضرتك. اولا اسمح لي ارحب بحضرتك والدكتور سيد والساده المشاهدين، وبعتذر بس اذا كان في اي اصوات خارجيه، لان انا في مهمه خارجيه دلوقتي علشان برضو تجديد الخطاب الديني اللي احنا بنتكلم فيه. اولا قبل ما ابدا الكلمه برضو احب ان انا ابلغ التعازي واحر التعازي من اعماق القلب لاخواتنا المسيحيين، الموقف اللي حصل ادمى القلوب وادمى الصدور، لان ما كنا نتوقع ابدا انه يد الارهاب الغاشم تصل الى هذه الدرجة من اللا إنسانية واللا دينية. لا يمكن أبدا يكون الناس دول يعني أصحاب دين أو أصحاب رسالة. والنهاردة كنت بتكلم إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تبرأ من أمثال هؤلاء وقال: من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. يبقى إذن هؤلاء من يدعون الإسلام يتبرأ منهم نبي الإسلامي صلى الله عليه وسلم. أدي حاجة. الحاجة الثانية بالنسبة للتجديد، أصبح التجديد النهاردة قضية مثارة بقوة وعلى كافة الأصعدة السياسية والعلمية والفقهية، لدرجة أنه أصبح هناك العديد من المؤتمرات، لأنه إحنا كنا زمان بنحارب إرهاب، النهاردة أصبحنا مش بس بنحارب إرهاب، بنحارب إرهاب وتجنيد. تخيل حضرتك لما يبقى الشاب عندنا النهاردة يقعد قدام الكمبيوتر في مسافه 6 ساعات فقط يمكن تجنيده ويصبح ارهابي. يعني يبقى انسان عنده ابن طبيب يقعد على الكمبيوتر في خلال 8 ساعات بالكثير قوي يكون بقى ارهابي، لانه في 20,000 موقع باللغه الانجليزيه و80,000 موقع باللغه العربيه بيجندوا الشباب. وده كان من ثمرات مؤتمر الشباب اللي استطاعت الدوله انها تحتضن شباب مصر لئلا يقعوا فريسه تحت هذا الفكر المضلل. اما بالنسبه لحضرتك للمناهج، وانا بشكر لحضرتك الفكر الواعي والرؤيه الصائبه من سيادتك على المناهج، لانه اولا المناهج دي معلش انا عايز بس اوضح لحضرتك حاجه، المناهج دي انا ذاكرتها، المناهج دي انا حفظت القران كله وذاكرت كل، انا هقول لحضرتك يعني كل أوضح. انا بكلمك، انا بتكلم مش كدكتور ايمن، لا لا ده انا أيوة. انا اعلم جيدا أولاً ما هو موجود في الكتب. المناهج يعني تم تعديلها لدرجة أنا قلت قبل كده في أحد اللقاءات التلفزيونية، لدرجة أنها اتبسطت لدرجة إحنا ما كنا نتخيل أنها تبقى تصل لهذه الدرجة. ثانياً الإنسان اللي هو ابن الأزهر الشريف أو العالم اللي هو بيتعلم في الأزهر بيدرس مثلاً 4 مذاهب، فكنا إحنا حتى لما بنخرج في أيام الثانوي أو الإعدادي يقول له انت درست في مذهبك ايه، يقول له انا درست كذا، فكان في روح التسامح من خلال الدراسه ل4 مذاهب فقهيه، فتعودنا وتعلمنا ان الانسان يقبل الاخر. اما بالنسبه للفكر الجامد فهو ده فكر الاوحد اللي بيرى ان هو الصواب وكل ما عداه خطا، فليس هذا فكر الازهر وما كان فكر الازهر في وقت من الاوقات ابدا. وبالتالي هذا الكلام الذي يقال على المناهج الازهريه او علماء الازهر هو كلام افتئات وغير مدروس وغير يعني واضح الدلاله، وخاصة إن علمنا أن الأزهر الشريف هو إحدى مؤسسات الدولة التي يحاول الأعداء النيل منها. عندنا الأزهر الشريف، عندنا القوات المسلحة، عندنا القضاء، وتلاحظ حضرتك الثلاث مؤسسات دول أكبر ثلاث مؤسسات بيتعرضوا للهجوم ما بين وقت وآخر. فطبعا مثل هذه الأمور يعني يحاولون أن ينالوا بها من مؤسسة الأزهر، لكن إحنا النهاردة 1000 سنة وما يزيد على 1000 سنة والأزهر شامخ. أنا أريد أن أسأل، أنا أريد أن أسأل حضرتك سؤالين يعني برضو مهمين جدا جدا في هذا السياق. أنا معلش هطيل عليك برضو في السؤال الأول عشان أوضح المقصد منه. ناس كتير قوي مش فاهمة في المعنى العلمي لأطروحة إجماع العلماء.
عندما أقول إجماع العلماء، نحن في الطب، نحن في علم الطب، عندما نقول قال العلماء في هذا المجال كذا 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 وأجمعوا أو نعم. في إجماع هذا أو هذا رأي عليه كونتروفيرسال أو عليه خلاف، هذا في الأمر الطبي أو في المنهج الطبي أمر واضح. في المنهج الديني نعم. هذا أمر ربما يأخذه بعض أو صوت آخر يأخذ هذا المعنى ويقول من هم العلماء الذين أجمعوا ولماذا أجمعوا ونحن لم نكن موجودون معهم في ذلك الوقت، نحن الآن موجودون، لماذا لا نجمع، لماذا لا يعطونا رأي، نحن نريد أن يكون لنا رأي. هذا أمر مهم جدا، لأنه الإجماع في قضية علمية يؤخذ عند من يريدون أن يروا هذا الأمر نوع من الأنانية ونوع من الـ زي ما يقولوا الأخذ بالرأي، أنا ده رأيي أنا وليس هناك أي غروب عن هذا الرأي. لا 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 يكون لا يكون هناك إجماع في قضية من القضايا إلا من المتخصص المؤهل من حيث الدراسة والناحية العلمية إنه يبدأ يتكلم. لكن الإشكالية الكبيرة إنه بيجي غير متخصص ويدعي إنه هو يستطيع انه ياخذ من القران والسنه ما يروق له، وربما اخذ براي ضعيف وهو لا يدري. لان طبعا عندنا اقول لحضرتك بالنسبه كمان للمراكز البحثيه او نقدر نقول الرسائل العلميه في الازهر الشريف، الازهر يقوم بالتجديد منذ مئات السنين، وللاسف الشديد هناك العديد والعديد من الرسائل العلميه اللي استطاعت ان تنقي كتب السنه وكتب التفسير لكنها موجوده الان على الارفف. المفروض ان يكون هناك من الدعاء والعلماء من يستطيع اخراج مثل هذه الكنوز التي توضح الأخطاء الموجودة في الكتب، وإحنا أول من أشار إلى مثل هذه الأخطاء. لكن كمان عندي برضو عتاب على الناحية الإعلامية، أنه لما بيحصل فيه هجوم في مسألة من المسائل أو قضية من القضايا لا يأتي بالمتخصص ليتحدث في القضية المطروحة، زائد أنه كمان أنه بتكون فترة الرد بالنسبة للعالم أو الداعية أو الإمام صغيرة وبسيطة أو اللي بيجي يتكلم صغيرة مبتورة. طبعا عيدي إشكالية. احنا بشكرك دلوقتي يا دكتور محمد. طبعا دكتور محمد خطاب، طبعا احنا اعطلناك واخرناك عشان صلاة العصر، صلاة العصر، وفي نفس الوقت كمان عن ارتباطاتك العلمية. وطبعا يعني حوار كان له مهم. او ينبغي له ان يمتد، طبعا هيمتد، واحنا بنتكلم بس في عجالة، وده اكيد عمرنا ما هنيجي نناقش قضية زي كده حتى في سويعات ولا دقائق معدودة، وكأننا ان احنا بنعمل سباق مع الزمن عشان نلحق نعمل الطرح، ولكن ده بشكل مبسط بسيط جدا، ان دايما فعلا الازهر ولانه هو في المقدمة ويرمى له سهام كأنه في النيل منه والهدمه، كل مؤسسات الركيزة اللي بيرتكن عليها بجد قيام الدولة او كيان الدولة هم بينالوه، سواء كان الأزهر أو القضاء أو الشرطة أو الجيش، كل ما هو بيقدر يعمل ثبات عاوز يهزه. وقد إيه والأزهر هو اللي علم حتى بلسان يعني الناس كلها، الأزهر هو اللي علم المكان أو البلد اللي نزل فيها الدين الإسلامي، هو اللي علمهم الدين، هو بمعنى أكون أكثر دقة أقصد كان كل قراء القرآن كانوا يروحوا للسعودية، وكانوا هم اللي بيصلوا في المسجد الحرام وبيصلوا في الكعبة، هم اللي كانوا بيأموا. رحمه الله الشيخ شعراوي يعني طبعا أقصد يعني منارة العلم، أن علماء الأزهر نشروا العلم في كل ربوع، في ربوع الدنيا، في ربوع الدنيا كلها. معنا الآن بأرسنوس، يعني أعتقد أن لسه المكالمة في تليفون مغلق أو خارج طيب. داخل الخدمة. المهم أن إحنا يعني في عجالة كنا عاوزين نقول أن إحنا في نسيج المجتمع ما بنعرفش نتفصل ما بين مسلم ومسيحي، مسيحي ومسلم، البيت الواحد، العمارة الواحد، الشارع الواحد، ال- 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 الحي الواحد، يقتلوا كل الأفراد وكل الاختلاف. ده من نعمة ربنا ان في حاجة اسمها وحدانية الله أو وحدانية الخالق وتعددية المخلوق. المفروض ان احنا يعني اختلافنا ده نعمة واختلافنا ده رحمة لكل منا. انت لما ما تلاقيش في نفسك الاقصاء، انك انت عاوز دايما بتقعد تقصي كل اللي حواليك، ايه ده شيعي، ايه ده يزيدي، ايه ده علوي. طب لو كان المجتمع ده زي يعج مثلا بالديانات المختلفه، لو كان عندنا بوذيه وسيخيه وهندوسيه زي في الهند، كنت تعمل ايه ساعتها؟ كنت هتخش في الخلاف ده وتعمل صراع، بكره تهدم معبد سيخي وهندوسي وتقتل البوذي لانه بيعبد تمثال؟ هو انت مسؤول عن هداية الآخرين؟ أنت مسؤول عن نفسك. لما ربنا بيقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وتعلمنا أن العمل عبادة،
وتعلمنا من ضمن العبادة ان الدين المعاملة، انك تعامل الاخر. عاوز تعامل الله، اعبد الله كأنك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. اعبده، اتعامل معاك وكأني بعامل ربنا فيك. لما اكون في ايا كان وظيفتي ايه، بقوم بيها لاني ده عمل عبادة. زي ما انت هتقوم معتقد بس ان العبادة انك تتوضى وتصلي وتروح تعمل العمرة او تروح الحج في المناسك دي، المفردات الأساسية اليومية، كيف تتعامل مع الآخر وكيف تتعامل مع الله في الآخر. في فيرس أو آية في الإنجيل تقول كيف لا تحب الناس الذين تراهم وتحب الله الذي لا تراه. يعني اقنعني إذا كنت أنت مش قادر تحب أثر الله في الأرض هو البشر، فتقنعني أنك أنت بتحب الله. لو بتحب الله هتقعد تخاف على الله. ربنا لما بيقول عندنا في بناية الأرض، الحديث الشريف برضو في نفس، شوف المعنى، من لم يشكر الناس لا يشكر الله. بص، بناية الله على الأرض هو الإنسان. ولعن الله من هدمه، لعن الله من هدم بناية الأرض، بناية الله في الأرض اللي هو الإنسان. الإنسان على المطلق، مش الإنسان اللي انت متخيل اللي هو على طائفتك اللي هم يعني احنا نبقى شداء على الكفار، لكن في رحمة بيننا. لحتى ده بيفسروه غلط وبيطبقوه غلط. لهم الرحمة طبعاً، ولهم يعني ندعو لهم الصبر طبعاً. طبعاً كل الناس اللي قدموا دمهم ضحية لمصر شرطة وجيشا وشعبا، كل شعب كله قدم جزء من المعادلة. ايه يا دكتور ايمن المعادلة؟ بحرف الميم، عظمة مصر في الميم. المعادلة مسيحي مسلم، محبة يساوي مواطنة بكل حرف الميم. يعني يعني شوف، يعني احنا لو زي ما انت كنت بتقول مات مصري مسلم او مسيحي، في الاخر خالص الوطن هو اللي بيتألم. واتمنى يا رب اليوم الصبر مرة تانية ونعدي من الازمة دي ونبدأ نستعد لان ما يحصلش مثل تكرار ده في اللي جاي، وربنا يقدر يقوينا ان شاء الله. ومصر ان شاء الله بتعدي من كل حاجه ان شاء الله. طمن خالص، مصر بتعدي ان شاء الله. عشان نفهم بعد الفاصل سنبدا اللقاء العلمي المهم جدا الذي يتعلق بالالم. طبعا هو ده الاساس. الالم نرجع اللي هو عودا على ذي بيت، على عودا على ذي بيت، هنتكلم على الالم ان شاء الله بعد الفاصل. الحوار سيبدا علميا من الناحيه الطبيه، ما هو الالم، واكيد هيكون في اسقاطات كثيره جدا على الحال المصري. العلم لا ينفصل على الحال، طبق الموجود في العلم هينطبق عليه في الحال. والغريب انه ما فيش مريض يذهب الى طبيب الا مع هذا الطبيب يعالجه بمنتهى الرأفه والرحمه في حاله المرض وفي حاله الضعف. الطبيب يقف جنب المريض، الطبيب لا ينظر للمريض ده هل هو مسلم ولا مسيحي، حتى لو مصري او غير مصري. طبعا الطبيب لا ينظر لذلك. لماذا تريد من الطبيب ان يتصرف هكذا وانت لا تتصرف هكذا؟ طبعا فكر. اذا في الناحية العلمية الالم والاحساس به امر مهم للغاية. يبقى سؤال مهم جدا، يعني ايه ألم؟ ايه الألم الحاد؟ ويعني ايه ألم مزمن؟ وأيهما ينبغي أن نفهمه أكثر وأيهما أكثر قسوة؟ في الألم مفيش حاجة أكثر قسوة، الألم كله سيء. ضيف العزيز الأستاذ الدكتور سيد الأخلص، أهلا بك. أهلا دكتور أيمن. أنا عايز أبدأ الأول بالألم تعريفا بين، لأن ده موضوع مهم جدا، والألم الحاد والألم المزمن. قبل ما أقعد أقول بقى النهاردة شكل علمي للألم، لما نتخيل حتى كده علاقة الألم والمرأة على الخصوص، يعني الألم والإنسان رجل وامرأة، لكن علاقة الألم والمرأة، لما نيجي نقول بنت اتولدت ورحلتها لغاية من الطفولة للكهولة، بنت اتولدت أول صرخة الألم نتيجة الولادة طبيعية أو قيصرية، سبب الألم إيه وصرخته إيه؟ هل لأن الرحم لما بينقبض بيعتصر كل الأنسجة وبالتالي بيحصل تنبيه بشكل او باخر على كل الاعصاب الطرفيه على جسد وعضلات الجنين داخل الرحم، وبالتالي يبدا يصرخ عن المه اللي موجود، وبالتاكيد لما تيجي تلمس حتى راس الجنين بعد ولادته يصرخ ويتالم.
لغايه لما تروح الاديمه والارتشاح وكام يوم ويبدا الولد اللي كان مزند ومزرق ومحمر يبدا يختفي. وبعد كده يوم او اتنين او في نفس اليوم سواء هنبدا رحله الالم الاولى يا طهرناه فيصرخ تاني، يا خرمنا ودنها فبدات الصراخ التاني الالم. كبرت البنت شويه لغايه لما بدات ايه ده هتخش فتره الطفوله والمراهقه، نلحق نعمل لها ختان او الطهاره، وهل ده سنه ولا مش سنه، وهل ده يعني محمود شيء محمود نحافظ به على ان البنت وعذريتها وما يبقاش عندها فحوله جنسيه، وانها لان لو ما اتطهرتش يبقى عندها، هل ده حقيقه ولا مش حقيقه؟ وبالتاكيد احنا ثبتنا انه مش حقيقه، ولكن عاوز اقول نعرضها مره اخرى لمشاكل الختان وما ينتج عنها من اضرار نفسيه وجسديه، وكاننا بدانا نوصل للبنت احساس الالم منذ بدايه طفولتها. بدا تغيرات فسيولوجيه وبدات تنزل دوره شهريه، ونمشي في سكتين. ليه دوره شهريه؟ ليها فيها الم؟ ايه التغيرات اللي بتتم عشان تشعر البنت بالالم؟ وكان المراه مخلوقه عشان تبقى الالم جزء اصيل من تكوينها ومن استعدادها انها تبدا تشعر بالالم ده او لا. وليه بعض البنات تشعر بالالم وبعض لا وبعض البنات لا؟ ليه بعض البنات الالم يبقى جاي الم بسيط تنزل الدوره تاخد اي مسكنات للالم راح الالم، وبعض الالام تانيه تبدا تظهر لنا مشاكل؟ ايه ده؟ ده البنت عندها بطانه رحم مهاجره. ايه ده؟ ده البنت عندها الام التبويض. هو التبويض ممكن يحصل بالالام لبعض الناس مبالغ او لا وبعض الناس لا. ده ايه ده؟ ده البنت جالها كيس، ده الكيس عامل الم على المبيض، ده الكيس انفجر، ده الكيس التوى. البنت كبرت هتخش في الجواز، ليله الزفاف الم نتيجه ايه؟ فض غشاء البكاره، او ان احنا نفاجئ ان غشاء البكاره مسدود، او ان احنا نفاجئ ان في عيب خلقي موجود، ده في حاجز رحمي، ده في حاجز مهبلي، ده في حاجز بالطول او بالعرض. ده الالام بتيجي اثناء الجماع، ده نتيجه ايه؟ التهابات موجوده، او ان في بطانه رحم مهاجره، او ان في اكياس، او ان في مشاكل في القولون، او ان في مشاكل في المستقيم. نعدي المرحله دي، تحمل البنت، تحمل المرأة المتزوجة، تخش في مشاكل الحمل وألام اللي بتحصل أثناء في الحمل في الفترة الأولى أو في الحمل في الفترة الأخيرة، يا إما دخلت في مسكارج ودخلت في إجهاض، يا إما دخلت في بري تيرم ليبر وألم. في الآخر هتخش في الولادة، سواء كانت ولادة طبيعية آلام الولادة الطبيعية. وليه بعض الناس الألم عندهم مبالغ وبعض الناس الألم يبقى يكون محمود ومش عالي قوي؟ وليه بعض الناس يبقى الاندورفين او المورفينات الطبيعيه بتبدا تفرز في جسمهم في اخر 18 يوم في الحمل، وتلاقي ان هم يعني تيجي تفحصها تلاقي ان متقدمه في ولادتها، وليه واحده الالم لسه يكون في اسوان وشعر بيه؟ ولادنا ولد طبيعي او ولد قيصري، نخش بعد كده في الولاده الطبيعيه فتفاجئ ايه ده؟ ده عملت اعجان، ده قصت، ده ما قصتش، ده دخلت في مشكله بعد الولاده، ده البيبي نزل الزنق في الولاده فدخل في مشكله سي بي وسريبرال بولسي، والبيبي نزل مشلول او ما فيهوش، بيحصل له اعاقه جسديه، وتعيش الام الجديده الم انها بتربي طفل عنده مشكله من البدايه يخوفها ويزعرها من اللي جاي، الم نفسي والم جسدي، او ان البيبي حصل له مشكله وحصل انتروتران فيتال ديث، فتلاقي ان خايفه من الحمل اللي جاي لان البيبي توفى في بطنها او حصل لها اكتر من مره اجهاض. ايه ده؟ ده ولد الطبيعي والمده كانت طويله في الولاده، وبعد 6 شهور من الولاده لقت نفسها ما بتتحكمش في البول او ما بتتحكمش في البراز، او حصل يقول لها ده حصل سقوط رحمي، ده حصل سقوط مهبلي، ده نتيجه الولاده، ده نتيجه طول فتره الولاده، ده حصل نصور، عدت اذا كان قيصريه ولدت قيصري بعد 6 شهور من الولاده يحصل الام في الجماع، الام في الدوره الشهريه، بعض الافرازات اللي بتنزل، الدم اثناء الجماع او دم ما بعد الجماع. ايه ده؟ ده عندها ورم ليفي، ده الورم الليفي تضخم، ده الورم الليفي التوى، ده الورم الليفي انفصل، ده الورم الليفي حصل تغيرات فيه، الام ثم الام ثم الام. بعد ما كبرت وولدت وبدأت تنقطع الدورة، فتنقطع الدورة بمشاكلها، تفاجأ إن عندها إيه ده؟ آلام،
ألام في التبول نتيجة المثانة البولية بدأ يحصل فيها ضمور، ألام في الجماع نتيجة المشكلة اللي حصلت ان يحصل ضمور نتيجة نقص الاستروجين، فالمهبل يبدأ يضمحل، يبقى عنده فرصة ان يحصل بكتيريا اكتر والتهابات اكتر. أترفي. نيجي نقول انها عاوزة تعمل تنظيم اسرة، تعمل لولب، يا اما اللولب يعمل مشاكل في الدم، يا يحصل بورفريشن اثناء اختراق او خرم للرحم وهم بيركبوه، يا اما افرازات، يا اما الدم يبقى غزير، يا اما اختراق يجي يطلعوه يصاص الجزء من الامعاء او ده يخش في مشكلة اكبر، او انها تيجي تقول لا انا اعمل حاجات موضوعية فتيجي تحط بعض الاسبرمسايدل يكون عندها حساسية منها فيحصل التهاب والام يعني قتل الحيوانات المنوية، حاجات الموضوعية الموجودة او يجي يحصل الزوج عازل طبي فتلاقي انه عندها حساسية من العازل الطبي فتخش في حساسية والام موجودة وكأن طيب محاصرة بالألام، عندها دورة شهرية هتحط بعض من الحفاضات أو من الألوز أو أي المسميات فيكون عندها حساسية من الفابريك اللي موجودة فيها فتخش في الالتهابات والموجودة، وكأن دورة المرأة من الطفولة للكهولة من المهد للحد عايشة في الألم المستمر، هل هي مستعدة جسديا لتقبل الألام دي؟ هل هي ربنا خلقها بشكل او باخر احنا لا نعلم هذا الجسد ولا نعلم عن فسيولوجيته ازاي بيتقبل الالم؟ اتعملت دراسات كتيرة جدا عن كيفية تحمل المرأة للالم، وهل المرأة تتحمل الالم اكتر من الرجل ولا الرجل يتحمل الالم اكتر من المرأة؟ فبعض الظواهر وبعض الاختبارات اللي تمت في بعض الاحيان وبعض الدراسات الرجل يتحمل الالم عن المرأة، وبعض الأحيان المرأة تتحمل الألم عن الرجل. بعض الاختبارات اللي تمت وجابوها قبل كده عشان يحطوا الرجل إزاي يقدر يتحمل ألام دورة شهرية أو ألام ولادة، وحطوا بعض المنبهات للأعصاب على منطقة الحوض، كان الألم بيصرخ مش قادر يتحمل، لأني أنت بتديله بتنقل الألام منين؟ بتنقل إشارات الألم منين؟ من منطقة الحوض والعضلات، بس هل هو مهيئ لكده؟ هل بيفرز جواه هرمونات بكده؟ فكأنها اختبارات بسيطة مسطحة لا تمثل العمق الإلهي اللي خلق فيه جسد المرأة إن تقدر تتحمل ألام لا يتحملها الرجل، وده عظمة الخالق. ما ينفعش مقارنات، إلا إن القاعدة العلمية والفقهية تقول إيه؟ القارن بالمقارن يقرنه، أقارن اتنين بنفس الوضع بنفس الكفاءة بنفس الكيفية بنفس السن عشان لما اجي اقارن دكتور ايمن بدكتور ايمن تاني في نفس السن في نفس المهنة في نفس الامكانيات في نفس وفي الاخر خالص اقول ايه مين منهم اكتر تحمل، مين منهم يقدر يصوم اكتر، مين منهم يقدر يسهر اكتر، اقارن اتنين ببعضهم ما بقدرش اقارن الضاد ببعضها واقول ايه لانها انا احسن وانا اقوى. طيب لما ده الألم جزء أصيل في حياتنا، هو إيه الألم؟ هو إيه الألم؟ الألم الفسيولوجي ده موضوع مهم. الألم ببساطة النهاردة سنسيشن بدون تنظير هو إحساس غير سوي غير سليم غير يعني متقبل لشيء بيحصل داخل الجسد، يا إما حاجة فعلا بتتلف أو حاجة في طريقها للتلف. طب ده شيء حميد ولا غير حميد؟ لما نيجي نحسبه رغم ان الالم شيء غير حميد لان لما يكون في حد بيعتصره الالم ما يقدرش يتحمل، ولكن الحميد في الشيء ان الالم احد الوسائل اللي ربنا خلقها بريدكتور يقدر يساعد بيه على تشخيص الامراض. بريدكتور يعني محذرة منذرة طبعا متوقعة، زي ما كنا بنقول ان الالام قد ايه انك انت بتعلمنا ان في مشكلة ما وتخبرنا وتعلم المخ فيما بعد ان المشكلة دي لما بتتكرر ايه ده الالم في المنطقة دي، ده كان قولون، ده اتكرر يبقى الم القولون بيرجع تاني، ده نزاد بسبب ايه اكلات معينة، ده زاد بيزيد بايه بحركة معينة. ولذلك الجملة المشهورة جدا اللي المرضى ساعات بيتضايقوا منا فيها جملة علمية ان احنا نقول لهم ايه ده الالم في الحالة دي رحمة، الالم رحمة واحنا نأكد النهاردة الم الرحمة انذرنا ويساعد على كثير من التشخيصات. لما بتسمع المرأة جيدا وتنصت لها جيدا تلاقي ان كل الم مختلف عن الالم الاخر، لما بتشتكي من الالام اللي بتصيب الشفرتين غير الالام اللي بتصيب المهبل غير الالام اللي بتصيب الرحم
غير الالام اللي بتصيب المبيضين، غير الالام اللي بتصيب القولون العصبي، غير الالام اللي بتصيب المثانه البوليه. فقد ايه لما تنصت جيده لامراه بتشكو، واحد التشخيصات الاساسيه تعتمد اساسا على سماع المراه جيدا في شكواها، وانت عددت في حياتك يوميا كطبيب محترف اكتر من امرأة في يوم واحد، لكن كل حدوتة مختلفة عن الاخرى، وكل حدوتة بتنبئك عن الاخرى. بتجيلك في اليوم الواحد اللي بتشتكي الام الجماع لدرجة عاوزة تنتحر، الام الدورة الشهرية لدرجة انها بتحبس نفسها ومش عاوزة تروح شغلها ولا حد يشوفها في الالام دي، الام موجودة غير مفسرة. احيانا تقولك انا جوايا الم انا مش عارف ايه هو، مش عارف اوصفه، بينهشها. احيانا ضل مش عارفة تحدده هو فين، واحيانا شرب قاتل، احيانا كأن في خناجر جواها، احيانا في سكاكين بتقطع فيها، احيانا حاجات انفجرت جواها، احيانا حاجة بتشدها من جواها بتمزقها، احيانا حاجة بتسحبها لتحت، احيانا حاجة بتلويها وبتخنقها، احيانا بتدخلها في اكتئاب. انواع كثيرة جدا من الالام اللي موجودة. احيانا الالم بيبقى موجود فين؟ منطقة الحوض ولا منطقة البطن ولا صداع في ولا بيبقى موجود في الصدر في الثدي. الام محيطة بكل المرأة في كل محيط حياتها وكل فترات عمرها. تعال نشوف ببساطة شديدة النهاردة عاوزين نفتح باب الالم ازاي. تعال نبدأ. لما نفتح باب الالم صح هيبقى في امل ان احنا نتعامل معاه ونعالجه طبعا بالتاكيد. وافضل من يتحدث عن الالم هم المرضى. تعالوا نشوف ضمن اهداف البرنامج الاساسيه اللي اعتقد ان احنا طوال السنين اللي فاتت قدرنا ان احنا نوصل له، ان احنا نسمعكم صوت المرضى. ده مهم قوي عشان الاجيال الجديده في الطب تتعلم تسمع كويس، تسمع حتى في ظل التكنولوجيا الحديثه. مهم قوي ازاي نسمع. تعالوا نشوف مع بعض. عشر سنة أنا بعاني، تعبانة جدا جدا جدا، حسيت بنار في بطني، حاسة إن أنا كبرت بقى عندي 60 سنة مش قادرة أمشي، جسمي كله عبارة عن كتف جبس كده. وجع شديد قوي كنت بشد في شعري. ما بقاش قادرة أتحمل الألم، كنت بحس بألم شديد جدا، اكتئاب شديد. وجع فظيع، ما كنتش بقدر اقوم من على السرير، مفيش اي حاجه بتوقف النزيف ولا اي حاجه بتوقف الالم. المراه كائن رقيق، الراجل الحقيقي هو اللي يعرف المعنى ده. الراجل الحقيقي، الرجوله الحقيقيه في ده. الالام وانواعها، احنا عندنا الم اسمه الالم المفاجئ. شعر بصدم بين اكيد بين يعني. ما هو الناس عشان تبقى النهارده بنفسر لهم ببساطه، عشان بدي اقول الالم الحاد والالم المزمن. الالم المفاجئ، كلمه الحاد هنا معناه مش من الحده من قوته اكتر من الالم المفاجئ. بدا فجاه وهي ماشيه في الشارع، وهي بتلعب رياضه، وهي في شغلها، وهي نايمه، وهي اثناء الجماع يحصل الم فظيع، ألم لا يحتمل، ألم يدخل إلى غرف الطوارئ، ألم محتاج إسعاف. لو لم تنقذ المريضة في الوقت ده أو المرأة في الوقت ده هيحصل أحيانا ما لا يحمد عقباه. إيه ده؟ شك. ده زايدة انفجرت. إيه ده؟ ما كانش فيه مقدمات، ما كانش فيه مقدمات. إيه ده؟ ده مبيض لا التوى. إيه ده؟ انسداد معوي. ده انسداد معوي. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ أسباب مختلفة. إيه ده؟ ده جماع بس. وبعدين الجماع الزوج جاب لمراته عدوى جنسية نتيجة انه نقلها من برة، سواء بكتيريا او فيروس، عملت ما يطلق عليه البي اي دي او بيلفيك انفلاماتوري ديزيز او الام الحوض الالتهابية نتيجة عدوى جنسية نقلها. عدوى جنسية التهابية تعمل الم في الحوض رهيب، الم قاتل قاطع. احيانا بعض الالام الجنسية تنفع نعالجها وبعضها غير قابل للعلاج. زي ايه؟ زي بعض البكتيريا
ينفع نلحقناها من البدايه زي الكلاميديا ينفع نعالجها، ترايكوموناس ينفع نعالجها، لكن الكلاميديا لو اتاخرنا فيها تعمل مشاكل رهيبه جدا من اول الكبد لغايه التصاق الامعاء لغايه التصاق الحوض بالكامل، بتعمل حوض مجمد. يا اما يجينا عن طريق فيروسات زي الهربس وزي الهيومن بابيلوما فيروس اللي منتشر دلوقتي واللي بيجي الصنطة. ازواج وزوجات وبيجي كتير جدا عندهم مشاكل من الصنطة الجنسيه نتيجه فيروس اسمه هيومن بابيلوما فيروس. هيومن بابيلوما فيروس ما بيتعالجش مهما خدنا بقى، يعني عالجنا المرض سطحيا اللي انه دخل في الانسجه ودخل جوه ما بيتعالجش، واحيانا بيهدد المراه ويجيب لها انواع كثيره وبيبقى دورمنت بيستخبى ويهدى وبعدين يرجع تاني يعمل سرطانات في عنق الرحم. احنا بنشد الانتباه لان بيبقى ازواج وهي مش عارفه تعمل معاه ايه، مش عارفه تقول له لا، ويحصل طب وهي ويقول لها انا يعني مش من انا ما اعرفش جه منين، لا ياتي الكوندايلوما اكيوميناتا الا من طريق عدوى جنسيه، وبالتالي تبقى مشاكل رهيبه جدا وبدات تنتشر عشان لما غبنا عن اخلاقياتنا وغبنا عن ديننا ما بقاش في روادع، بقى في يعني الحبل على الغارب، وبالتالي بدات ترجع تاني الامراض وبشده. هيومن بابيلوما فيروس 6 اسمه كده، هي ما هو كده اكتر فيروس هو اكتر من هو رقم 6 السكشوال تايب ده رقم 6. وبالتالي بيحاولوا يعملوا ايه دلوقتي عشان يخففوا منه؟ بعض الامصال اللي بدات يدوها في انجلترا مباشره لكل اطفال المدارس سواء ولاد او بنات عشان ما يتنقلش المرض، لاني مش قادر يمنع الجنس، وبالتالي الشيوعيه الجنسيه او المشاعر الجنسي بيؤدي الى المشاكل اللي تتراكم في الزمن، فيقدر يدوا بعض الامصال اللي بتقلل من فرص الامراض زي الهيومن بابيلوما فيروس او الصنطات الجنسيه، وفي نفس الوقت يقللوا بعض سرطانات عنق الرحم. تعالى نتكلم ان احنا عندنا الالم الحاد هو الم ياتي مفاجاه ولا يستمر في جسد المراه اكثر من شهر. الألم المزمن هو ألم يذهب ويختفي ثم يعود مرة أخرى، يا إما مستمر باستمرار ألم تقدر تتحمله وبيزيد بالوقت لا يقل عن مدة 6 شهور إلى من مدة 6 شهور فيما أعلى، وما بينهما الألم الساب أكيوت اللي هو مش حاد ومش مزمن ويأتي من بعد شهر واقل من 6 شهور ويختفي. اسباب كتيره جدا من الاسباب من الالام واسبابها. لما نيجي نقول في عجاله الاسباب المختلفه اللي ممكن تؤدي الى الالم الحاد لطفله في المراهقه متزوجه حديثا او انها متزوجه وحصل حمل، يا اما اسباب مختلفه نتعرض عليها، يا اما يكون في مشكله ايه ده زي ده انفجرت، تيجي الطفله تيجي السيده متزوجه حديثا او بعد ذلك ايه ده، او كيس انفجر او كيس التوى، او ممكن يحصل البي اي دي زي ما قلنا البلفيك انفلاماتوري ديزيز، او التهاب حاد في قناه مجرى البول، التهاب حاد في المثانه البوليه يعمل الم حاد رهيب جدا، او حاجه متعلقه بالحمل فيحصل ميسكارج اجهاض يعمل الم شديد لانقباض الرحم، او ان يحصل مشكله اخرى نتيجه الحمل خارج الرحم. تعالى نستعرض النهارده فهرس بيقول الالم الحاد والالم المزمن واسبابه المختلفه في الالم المزمن سواء كان بطانه رحم مهاجره او اذا كان الريتابل باول سندروم او اذا كان عندنا مشاكل في جلطات. من الم الحاد احيانا يكون بسبب ايه؟ جلطه موجوده في الميزنتري أو جلطة موجودة في بعض الأوعية الدموية اللي موجودة في منطقة الحوض. تعالى نستعرض مع بعض الألم الحاد وبعض الحالات ونشوف إيه العلاقة وعاوزين نخرج بإيه النهاردة. تعالى نشوف مع بعض الفرق بين الاتنين دول. الألم عند الأنثى. ألام الأنثى من عمر الطفولة إلى المراهقة إلى النضوج إلى الشيخوخة لها أشكال عديدة وأماكن مختلفة، كما أنها لها أسباب عديدة منها أسباب فسيولوجية أو أسباب مرضية. ما هي أنواع الألام عند الأنثى؟
أولا الألام الحادة في منطقة الحوض. يزداد معدل الألام بمنطقة الحوض في النساء عن الرجال، فمعظم النساء يلاحظن ألام بسيطة في الحوض أثناء الدورة الشهرية والتبويض أو الجماع، لكن عندما تكون الألام شديدة فذلك سبب ضروري للقيام بعملية منظار بطني لمعرفة سبب الألم. أسباب الألام الحادة في الحوض: 1- التهاب الحوض، 2- التهابات مجرى البول، 3- التفاف المبيض، 4- انفجار أكياس على المبيض، 5- أسباب متعلقة بالحمل مثل الإجهاض، الحمل خارج الرحم، الولادة المبكرة، انفصال أو انقطاع المشيمة في الرحم، تمزق أو انفجار الرحم. وهناك أسباب أخرى متعلقة بأمراض النساء مثل التهابات الحوض، الأورام الليفية، وجود ورم في الحوض أو انسداد في الشريان الحوضي. وهناك أسباب أخرى مثل التهاب الزائدة الدودية، القولون العصبي، الالتصاقات، الفك المختنق. الفحوصات التي يجب عملها هي اختبار بول، مسحة مهبلية، موجات صوتية على البطن، منظار بطني. خطة العلاج: تعتمد خطة العلاج على التعرف وعلاج الأسباب، ويجب تجنب استخدام المضادات الحيوية والمسكنات بدون تشخيص واضح لسبب الألم. في حالة ما إذا كان التشخيص غير معلوم أو لا يوجد استجابة للعلاج، يتم تحويل المريض على اختصاصي آخر. تخضع المريضة للرعاية الطبية في المشفى في حالة وجود إمكانية علاج للألم مثل الحمل خارج الرحم أو التهاب الزائدة الدودية، أو أن تكون المريضة في حالة غير مستقرة. ثانيا، ألام الحوض المزمنة. تعرف ألام الحوض المزمنة بأنها ألام متقطعة أو ثابتة في أسفل البطن أو الحوض، وتمتد لمدة 6 أشهر، ولا تظهر مع الجماع أو الدورة الشهرية بصفة خاصة. مشكلات نفسية واجتماعية مثل الإحباط واضطراب النوم. على الأغلب النساء التي يعانين من ألام الحوض المزمنة قد تعرضن لاستغلال جنسي نفسي. لابد أن يتضمن التاريخ المرضي مدة الألم ومكان الألم، وإذا كان مرتبط بمشكلات أخرى تتضمن المثانة والأعراض المصاحبة للبراز. يجب عمل فحوصات للكشف الدقيق والمبكر عن أسباب الألم مثل أخذ عينة لتحليل العدوى مثل الكلاميديا، خصوصا للذين يعانين من التهاب الحوض. دلالات الأورام: اختبار بول، موجات صوتية على الحوض والرحم والمبايض، رنين مغناطيسي حيث إنه مهم جدا في الكشف عن التغدد الرحمي، منظار بطني في حالة فشل الأدوات الأخرى، منظار مثانة أيضا من الممكن أن يفيد في تلك الحالات. أصعب أنواع الأسئلة في الامتحانات إنه يجي سؤال يتكلم على الآلام، الطالب هنا بيقعد يرص يعني ويكتب، يعني لازم السؤال ده ياخد وقت طويل جدا جدا، وبيجي كتير قوي لأنه هو منتشر جدا جدا. هل برضو الأشياء الأساسية في الحياة زي الرياضة، الأكل وإلى آخره، الناس منتبهة لدورهم في التعامل مع الألم وفي إحداث ألم؟ لا، هو إحنا مش منتبهين كده، إحنا منتبهين لما بيحدث ألم كيف نعالج الألم باختصار شديد قوي. أنا عندي ألم، هروح أشخصه إن إيه، فطلع إنه زايدة شلت الزايدة، أو طلع إن إيه، طلع إن في مشكلة مثلا في الأمعاء أو في القولون فتعالجت منها إزاي. لكن ممكن يرجع تاني الألم لما جه في دخل جسد امرأة، هي المرأة دي ممكن تكون إيه؟ بتشتغل ايه؟ طريقة عملها ازاي؟ بتاكل ازاي؟ بتشرب ازاي؟ عاملة كشف دوري ولا لا؟ الناس برة بتنادي دلوقتي لايه؟ الالام اللي بتيجي للدورة الشهرية والمستمرة. في دلوقتي مؤسسات ومنظمات بتنادي بحاجة اسمها المنستورال ليف. المنستورال ليف اللي هو ايه؟ ان المرأة من حقها اللي بتتألم انها تغيب وتتغيب عن عملها لمدة يوم أو يومين لما يكون في الدورة الشهرية بهذا الألم، ويكون مدفوع الأجر بالكامل دون أن ده يؤدي إلى مشاكل، أو أن المرأة ممكن تبقى تعلق شماعة زي كده على ده وتغيب وتتغيب، أو بعض الناس ممكن ينظروا ليها أنها ده هتبدأ تتحجج وهتبدأ تتلكك وتغيب. المرأة لو أنت بتبص على زميلتك في الشغل، أنت ليك أخت أو زوجة أو أم
في مكان اخر ممكن تتغيب زي ما زميلتك دي بتتغيب، دي اخت او ام او زوج لحد تاني. فالمرأة لو انت بتقول بتتكلم وبتقول عاوز تشعر ازاي بالمرأة، فتقدر تدرس خريطة جسدها وخريطة الالم اللي بينتابها في فترات انت كرجل لا تشعر بيها ولا تحس بيها لانك مش مؤهل لده، بل بالعكس ان في بعض المشاكل اخرى بتيجي ان بنات الجنس الواحد، لان البنت لما احيانا ما بتبقاش عندها نفس المشكله دي ما بتشعرش ببنت اخرى. يعني في ناس بيجي لها الدوره الشهريه عادي جدا، بيجي لها الام بسيطه وتاخد ادويه بسيطه وانتهت القصه. في بنات تيجي لهم الام الدوره الشهريه وتعتسر، تقول لك انا متالمه وايه ومنتفخه، يعني كانها ممتلئه ومتالمه. يعني ايه اللي بيحصل يخلي واحده تبقى تشعر انها منتفخة والثدي منتفخ والام رهيبة جدا وعندها امساك، واحدة تانية عندها اسهال؟ ايه علاقة هرمون البروجسترون لما بينزل بعد ما الاستروجين يطلع والتبويض يطلع والبروجسترون يطلع من الجسم الاصفر وبعد كده يبدأ يطلع في مداه بروجسترون يخلي فيه امساك؟ بس بعض الناس تانية يعمل انقباض في السموز ماسل او في بعض العضلات اللي موجوده في التجويفات زي تجويف الرحم وتجويف الامعاء، فيعمل انكرامب رهيب جدا في الامعاء وتشعر بالامعاء منتفخ بتتالم ازاي ويبقى في اسهال. ونفس المريضه تشعر ايام في الامساك وايام الاسهال، وبعض الناس لا. عشان كده اللي ما بيشعرش الالم احيانا بينكروا على الاخر انه احيانا مش موجود او احيانا انه بيبالغ في رد الفعل. تعالى نتكلم ونقول مثلا ايه، ان احيانا بيحصل رياضه ولعب وحد بيهتم بقى بصحته، هل في علاقه ما بين الرياضه والالام احيانا؟ هل علاقه ما بين رياضه الزومبي او رقصه الزومبي والام تعتصر جسد فتاه؟ ايه رقصه الزومبي؟ بعض الايروبكس يعني حاجه كده. فتعالى نشوف دي رقصه الزومبي. هذا الهيلا هوب دي اللي هي الرقص دي بعد رأس ستريت دانسينج ده، هنقول بعد كده ادي رياضه بتتم في صاله من الصالات بتساعد على البنات عاوزين يحتفظوا بجسمهم اجسادهم وفي نفس الوقت صحيا يبقوا ما موجود ازاي، ولياقه بدنيه شديده جدا وعنيفه. وبعدين اثناء الرياضه دول الافارقه الامريكان هم اللي يعني اول ناس وبارعين فيها قوي. ستريت دانسينج بيسموه رقص الشوارع. بعد كده ممكن احنا عاوزين نسرع شويه لان الهدف اللي احنا عاوزين نقوله ان اثناء الرياضه ممكن يحدث ايه بقى. نشوف كده ساعه الرياضه نفسها، ساعه الرياضه نفسها ممكن يحصل تحصل الم شديد يحصل جدا. الم احنا عايزين نشوف بقى في الم مش في الفيديو ده لسه، في الفيديو كان فيديو تاني. المهم يعني أثناء الرياضة أثناء الرياضة ممكن يحصل ألم؟ يحصل ألم. ليه؟ ألم شديد. تعال نشوف صاحبته وهي بتتكلم على الألم، حتى كانت وهي في أثناء في صالة رياضية وسقطت من الألم. كنت عاوز أعمل أجيب الفيلم زي كده، إحنا جبنا فيلم رياضي بس كده. تعال نشوف. أنا قلت إحنا هنشوف بقى الألم. طب تعال نشوف البنت التانية. شوف مع بعض. 19 سنة، أول مرة البريد جات لي فيها كنت في أولى إعدادي، كانت تيجي منتظمة جدا مفيش أي حاجة. بعدين بدأت تيجي الألم من بداية تالتة ثانوي، كنت فاكرة إن هي ألام عادية بتيجي في البطن مفيش أي حاجة. بدأت أشتكي لماما وديتني الدكتور تماما ملي كشفه وطلب مني أشعة وتحاليل. اكتشفت بعدين ان كان في تكيسات على المبايض. اخدت ادويه تمنع البريود لمده 3 شهور عشان نشوف ايه اللي ممكن يحصل. استمريت عليها وتمام والتكيسات اختفت تماما. رجعت في المتابعه اداني ادويه وقائيه، المفروض كنت ان انا استمر عليها لفتره معينه. انا حسيت اني بقيت تمام وكويسه، البريود منتظمه، كل حاجه مفيش وجع مفيش اي حاجه. ما كملتش، استمريت عليها الفترة الصغيرة. بعدين كانت الحياة طبيعية والبريد منتظم عادي. فبعدين كنت بلعب رياضة في الجيم، فكان في حركة كتير في منطقة البطن. اليوم ده كان برضو عندي البريد بس كانت برضو طبيعية، ما كانش في ألام. بس في اليوم ده كنت حاسة ان انا على غير النشاط بتاعي،
كان فيها مدان اكتر، تعب اكتر، حتى روحت بدري ما كملتش التمرين بتاعي. 9:30 بالظبط الصبح حسيت بألم فظيع في جنبي الشمال. جريت على ماما صحيتها، عندي ألم، أخدتني على طول وديتني للدكتور. قال لي ده المفروض الألم بتاعت الزايدة، اطلعي على المستشفى على طول اعمليها. رحت المستشفى، اتأخروا، ما حصلت دربكة كتير. طلعت على دكتور الأشعة، قال لا ده في كيس كبير في الجنب الشمال ولفف على المبيض. ده كان نتيجة الرياضة الكتير اللي أنا كنت بعملها. فجينا ماما اتصلت على طول بالدكتور سيد هنا في المستشفى، اتواصلت معاهم قالوا لها خلاص هاتيها وتعالي على طول. جينا جهزوني على طول ودخلوني العمليات آخر لحظة. رغم الألم كان بيضحكني ومحسسني ان مفيش اي حاجة، مفيش مشاكل، وان ده شيء بسيط. رغم انه ما كانش بسيط بس هو كان لاخر لحظة بيطمني. والحمد لله نصيحة مني لكل بنت، اول ما تحس باي الم في بطنها لازم تقول لوالدتها. هي النصيحة الاساسية، الاخبار لكل محيط العيلة. هنا الالم، هنا عندي كانت علاقة ما بين الام وبنتها والألام. لأني 2015 كانت الأم معانا وكان عندها مشكلة، واكتشفنا المشكلة إن كان في أكياس على المبيض وكان في بطانة رحم مهاجرة. والأم هتيجي دلوقتي والأب سألني سؤال مباشر نفسي الناس يسمعه، وهو إيه؟ يا دكتور هل ممكن إن عند مراتي يجي لبنتي؟ تعال نشوف من سنة السؤال، وتعالى نشوف بعد سنة ايه اللي حصل، ونربط ما بين الاحداث وبعضها ونشوف قد ايه لما يكون اتخذ القرار لاب واعي جدا ننقل بنته من دمياط للقاهرة في خلال كام ساعة عشان نلحق مشكلة ضخمة جدا تتحل بالمنظار. عاوز اتكلم فيها اثناء العملية ازاي نلحق ننقذ مبيض وهو بيجد الى مرحلة اخيرة من موت المبيض، من غرغرينة المبيض. تعالى بس نشوف الام هتقول ايه والاب يقول ايه. تعالى نشوف الاب والام هيقولوا ايه. جت لها البريت وهي عندها 11 سنة، وكانت بتيجي طبيعية خالص ما فيش اي مشاكل، لغاية ما وصلت وهي في تالتة ثانوي جالها الام وتعب. انا كان عندي اكياس وكنت بتعالج، يعني كنت بتعالج منها، قعدت 13 سنة اعمل عمليات، وكل الدكاتره قالوا ما عاد ليش حل الا ان اعيش كده يعني بالتعب اللي عندي، لحد ما شفت الدكتور سيد في التلفزيون وجيت له وعمل لي العمليه والحمد لله. فطبعا بنتي لما عرفت ان هي تعبانه اخدتها لدكتور عندنا، فقال لي ده في كيس وما تقلقيش وكده. فانا طبعا ما سكتش، جبتها على الدكتور سيد على طول وادالها علاج لمده 3 شهور. بعد كده عملنا اشعه فالاكياس كانت اختفت، وادلها علاج تاني بس هي ما كملتش العلاج لان قالت لي انا ارتحت وزهقت وما عادش عايزه اخد العلاج. فما طبعا ما عدناش تابعنا مع الدكتور سيد، وفجاه حصل لها الم في بطنها. نزلنا رحنا للدكتور قال لنا ده زايده، حولنا على المستشفى قالوا لي لا ده حصوه. فخدتها لدكتور اشعه فقال لي لا في كيس وعامل التواء للمبيض وبيدمر المبيض. فطبعا جيت للدكتور سيد على طول، اتصلت بيهم وتواصلت معاهم وعمل لها العمليه وحضرها وجهزها على طول ودخلها على العمليات. وبوصي اي ام ان هي لما تحس ان بنتها عندها اي مشكله ما تتاخرش ان هي تعرضها على دكتور عشان بعد كده ما تندمش عشان بنتها. عايزين نسمع الاب بقى، احنا سمعنا الام، عايزين نسمع الاب لان الاب كلامه مهم وسؤاله زي ما الدكتور سأل مهم. انا المدام فضلت عليك في اكثر من 15 سنه، وكل ما اروح لدكتور اروح لدكتور تاني لحالة ان بدأ ما عادتش تخش الحمام من كتر الالتصاقات ومن كتر المشاكل اللي عندها، لحد ما شفت الدكتور سيد في التلفزيون كلمتها قلت لها الوضع كذا 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 كذا، وجات له الحمد لله. انا كنت اما اروح لاي دكتور يقول انا مش هستجر افتح لها، ده عندها مشاكل جامده ولو فتحت هي مشكله جامده، الامعاء مسدوده وده مسدود وده مسدود. فلما جت للدكتور سيد الحمد لله طمني، قال ان شاء الله جراحه ومنظار، حسسني ان اداها ابره، يعني حسسني الامور بسيطه.
والحمد لله والشكر لله يعني عملها العملية وقامت بالسلامة وما فيش. فجأة كده لقيت بنتي بترقع بالصوت مش عارف مالها. خدناها وجرينا على الدكاترة، اللي يقول لي زي ده، اللي يقول لي حسوة في الحالب، مانيش عارف اعمل لها ايه. المهم رحنا عملنا لها اشعة، قال لك ده في كيس 10 في 10 ضغط على المبيض وعمل لها مشاكل ولازم جراحة فوري. فاول ما فكرت في الدكتور سيد لانه بيعالج مامتها، فانا ما اعرفش انا سافرت ازاي وجيت ازاي في اسرع وقت. والحمد لله وشكر لله اول ما جيت هو ما قصرش، الحمد لله اول ما شاف حالتها دخلها العمليات فورا وعمل لها اللازم، والحمد لله والشكر لله على كده يعني الحمد لله. احنا كنا بنقول عيب البنت تروح لامراض نساء او البنت مش عارف ايه، وده غلط. الطب فعلا بتقدم كتير، فالبنت لما تحس باي حاجة لما تروح للصح احسن لها ولمستقبلها كمان. فطبعا حتة ان لا ما ينفعش دكتور نساء وما ينفعش مش عارف ايه، لا ده مش عيب، لا تروح وتكشف وتشوف الدنيا فيها ايه، ده نصيحة مني يعني. راجل جميل مستنير بيقول تعليمات او بمعنى اصح بين الخبرات مهمة جدا، لكن ايه اللي حصل في الحالة دي وكمان فايدة التدخل المبكر ان هو جابها بسرعة؟ طبعا هنا لما حصل جينا نسمع مريم لقينا ان في اثناء وهي بتلعب رياضتها المستمرة المنتظمة ألم اعتصرها مرة واحدة وقعت بيه زي الرياضة اللي احنا شفناه، وكان ده القصد الاسقاط على الرياضة ان احنا كنا هنشوفه. كان في نهاية الفيلم واحدة من حتة في الفيلم وقعت البنت وقعت وهي بتلعب بس ما جاتش الحتة دي. فالمهم هنا لما عملنا سونار كان في كيس على المبيض. كيس على المبيض احيانا سونار او سونوجرافر او دكتور السونار وبيعمل السونار ممكن يكتشف بعض التغيرات وممكن احيانا لا يكتشفها. يعني بمعنى ايه؟ لو كان اكثر دقة واكثر احترافية كان ممكن يحصل بعض المشاكل في الدورة الدموية وتلاقي زي الدوامات بيحصل، كأن المبيض في دوامات موجودة وكان يؤكد ان في تويستد اوفري. يعني تويستد اوفري اللي هو ايه؟ ان مبيض ملتوى حوالين نفسه. طب لو المبيض ملتوى حوالين نفسه وانت شكيت وقلنا فقط اكتر من 35% اللي ممكن يشخص بس ان المبيض ملتوى حوالين نفسه، واكتر من 65% لا يكتشف الا اثناء داخل غرفة العمليات، غرفة طوارئ العمليات. لو شاكك اعمل منظار، واثناء المنظار هتكتشف اشياء كنت ممكن مش متخيلها. هنا القرار الصائب تدخول الفوري بالمنظار. ليه؟ لو اتأخرنا في مبيض ملتوي هيحصل مشكلة. ايه هي؟ المبيض هيموت. هنشوف النهاردة مبيض وكان في طريقه الى انه يضاي، انه يحصل له غرغينة، انه بيحصل له انفاركشن، انه بيحصل له ذبحة مبيضية زي ما بيحصل ذبحة صدرية. هي مش ذبحة، هنا بقى في الطب ده انفاركشن يعني موت. موت ليه؟ لان بيحصل احتقان. موت في المبيض. في المبيض. المبيض بيموت. بيحصل احتقان. وبيحصل بعد كده نقص دموي فيبدا المبيض يموت. ولو المبيض ما لحقناهوش بعد ما يموت حاجه من اتنين، فقدنا المبيض، فقدنا الخصوبه، فقدنا نص الخصوبه، وممكن يحصل التهاب بروتوني حاد فتخش في سبتسيميا وتخسر في صدمه صديديه ممكن تؤدي الى الحياه او تنتهي الى هذه اللحظه. طب تعالى نشوف تدخلنا السريع اللي في اقل من 36 ساعة، لو ما لحقناش بعد 36 ساعة مات المبيض لا محالة. تعالى نشوف التدخل كان اخباره ايه، وتعالى نشوف ان اسباب من ضمن الاسباب اللي كنا اصابنا بيها الجاجرنج اللي هو التنطيط الرياضي، ازاي ممكن يكون كيس على المبيض، وده اللي بنقوله يشد بيه انتباه البنات لما يكون في كيس على المبيض ناخد بالنا، لان ممكن مع ده وضع النوم لوحده ممكن يخلي المبيض يلتوي. ده القومة والقعدة والتنطيط والحركة ممكن يخلي المبيض يلتوي. عشان كده الفحص الدوري للبنات مهم جدا، عشان لو كان عندنا بعض الأمراض زي الأكياس اللي على المبيض ناخد بالنا، لأن احنا النهاردة هندي أكثر من نموذج لانفجار الأكياس أو التواء الأكياس. تعال نشوف مريم.
دي العملية هنبدأ بقى نشوفها دلوقتي العملية الحقيقية بالمنظار. تعالى نشوف النهاردة ندخل بقى دخلنا ندخل خدنا القرار مع مريم ان احنا ندخل بالمنظار. دخلنا بالمنظار لقينا زي ما احنا شايفين في سوائل موجودة في الحوض. بنلف لفة كاملة بالمنظار لمنطقة الحوض. عندنا المبيض الأيسر والمبيض الأيمن الاثنين كبار. بنشوف منطقة الزايدة أخبارها إيه عشان ما يكونش فيه التهاب في الزايدة أو التصاقات. الكبد عشان ما يكونش فيه أي التهاب بروتوني موجود أو التهاب حول كبسولة المبيض كبسولة الكبد. عايز المعدة العدس دي حلوة. الأمعاء ده مبيض جديد ده منظار جديد منظار جديد مش كده. دخلنا جوه نشوف إيه. أدي المبيض الأيسر بدأ لونه يغمق وإحنا داخلين بآلاتنا الرحم تحت المبيض الأيسر عشان نرفع ونبدأ نشوف هو فيه ايه. رقم واحد بالمنظار هو تشخيص الوضع اللي هو كما هو عليه. رؤية تكبيرية رؤية تقريبية تقربنا من الحدث تخلينا نشوف ونقدر نتعامل مع السبب اللي موجود ونقدر كمان نسيطر على الحدث قصاد عينينا غير ما يكون حتى بنفتح فتحة بسيطة ونيجي نقول هنضطر نشيل المبيض. هذا المبيض الأيمن الأوعية الدموية عليه محتقنة يتؤكد ان في حاجة اسمها الكومب ساين او كأني علامة المشط اللي موجود ودي أوعية دموية. لا اشرح لي يا دكتور. أوعية دموية لما بنلاقي الفرق ما بين مبيض فيه مرض ومبيض ما فيهوش مرض الأوعية الدموية المحتقنة دي كأنها أسنان المشط موجودة نازلة كده الأوعية الدموية كومب ساين فكأني في العلامة دي تؤكد ان في باثولوجي في مرض. المبيض الأيسر عندنا الوان بدات تبقى مغمقه شويه عاوزين نشوف هل المبيض فقدناه ولا لا. ففي جزء لسه مبيض يعني معنى كده ان في شكل المبيض لسه مستمر فيه. تحت المبيض ادي في التصاق ما بين القولون وما بين الانبوبه. الانبوبه هنا حتى الاوعيه الدمويه محتقنه عليها ومشدوده على الانبوبه فالوب من بره. نيجي هنا هنشوف ادي المبيض الايسر وادي فيه التفاف. نكمل صورة ثابتة عشان نوضح للناس الوضع التشريحي. ادي الانبوبة حتى محتجزة ما بين هنا المبيض ده عاوزين ايه بقى؟ عاوزين نتخلص من الكيس اللي موجود فيه. عاوزين كأنه فيه بدأ يحصل احتقان وبدأ يحصل نزيف داخل المبيض وبدأ المبيض يغمق. عاوزين نتأكد ان الدورة الدموية لسه مستمرة في المبيض لسه ما فقدناش المبيض بالكامل. بنفك اذا كان هو تويستد اوفري فبنعمل حاجه اسمها الاول دي تويست يعني فك الالتواء يعني دي تويست ولا دي تويست دي تويست يعني كانك فك اللي هو اعاده المبيض استعداله يعني. ادي ان احنا بنفتح المبيض بنطلع الكيس الدموي اللي موجود. بس حلوه كلمه استعداله دي يعني. استعداله طبعا شوف قد ايه ان هو المبيض بقى هش جدا وفراجايل وشوف الكيس اللي موجود جوه نتيجه الاحتقان وشوف الـ بدا يحصل النزيف الداخلي. ازاي بتاخد الكيس اللي كان موجود جوه اللي هو سبب ان المبيض لما كان كبير بسبب الكيس الدموي او كيس السائل حتى لو كان سيمبل سيرس وبدا يلتوي حواليه حتى لو ميه عاديه تخلصنا من الكيس اللي داخلي الاول. رقم واحد ده شكر السيست. لا ده كان كيس دموي الكيس الدموي اسباب مختلفه تخلصنا من الكيس الدموي. بعد كده لقينا هنا ايه ان المبيض اي كيس طبعا اي جزء بيستأصل لابد من بعد التخلص منه اللي فحصه بالهيستوباثولوجي. لما بنيجي نتعامل هنا لقيت ان في كي بسيط جدا على الطرف الاوعيه الدمويه الموجوده مش عشان ما نحرمش المبيض ويحصل تليف نتيجة الكي المباشر في المبيض. يعني لما بتستخدم الطاقة الكهربائية داخل غرف العمليات ازاي بتقدر تستخدمها بطاقة بشكل معين بقوة معينة يعني وانت عاوز ما تحرمش المبيض من الدورة الدموية اللي بتغذيه وبالتالي هتأثر على مخزون المبيض والبويضات بمحاذير معينة بنفك الالتصاق اللي كان موجود اللي كان هو الكور اللي لف المبيض حوالينه ما بين بؤرة الالتفاف جوة الالتصاق ما بين السجمويد كولون وما بين الأنبوبة اللي لما احتجزت ما بين
الالتصاقين حصل ان المبيض لف حوالين نفسه وبنفك الالتصاق، وده امر ما يعني يومي وده سهل جدا نفك. بس احنا هنا مقربين ومكبرين وما شاء الله المنظر رائع بصراحه. يعني ما هو انت يعني كل ما بيكون التقنيه هاي ريزوليوشن بتفيدك جدا في اتخاذ القرار المناسب، لانك انت بتقرب من الانسجه وبيبقى عندك يعني عمق شديد جدا، احيانا كمان بيبقى 3 دي او ثلاثي الابعاد عشان تقدر تشوف الاوعاد البسيطه. هنا دخلنا لقينا في بؤره من بطانه الرحم المهاجره موجوده على الانبوبه، وده يؤكد العلاقه اللي كانت ما بين الام وبنتها. هل بطانه الرحم المهاجره شيء ممكن يورث؟ ممكن يورث. احنا هنا بنرجع المبيض بص تاني اللي كان فوق الرحم، رجع في مكانه الطبيعي بعد ما عملنا الدي تويست ورجعناه تاني في مكانه الطبيعي، وبقى طبعا المبيض كان بعض الاكياس اللي موجوده بنتخلص منها زي ما انتم شايفين السمبل سيرس سيست اللي موجوده، بالرغم ان السمبل سيرس سيست او الفانكشنال سيست كانت ممكن انها تختفي من تلقاء نفسها، ولكن احنا شغالين دلوقتي لو كنا سيبنا المبيض لسه كبير في حجمه كان سهل جدا ان ممكن يحصل التواء مره اخرى. لو كان المبيض دايما في الغالب ان المبيض الملتوي المبيض الملتف المبيض اللي بيحصل فيه غرغرينا هو المبيض الايمن، لكن احنا بنشوف هنا هو المبيض الايسر، ادي حاجه. رقم اتنين، لو كان المبيضين فيهم مشكله وكان حصل فيهم التصاق الالتواء المبيضين كنا هنفك المبيضين، وبعد ما نتخلص من اكياسهم الدمويه اللي موجوده وبعد ما نتاكد من صحه المبيض الحمد لله ان احنا رجعنا تاني وان المبيض في دورته الدمويه، والدليل ان احنا ما خرجنا الكيس لان ان في دم نازل من الاطراف، فمعنى كده ان السيركوليشن لسه مستمر والدوره الدمويه لسه موجوده. كنا ممكن نعمل حاجه احيانا بنعمل فيكسيشن للاوفري ان احنا نثبت المبيض ده عشان ما يحصلوش التواء مره اخرى. امتى نعمل كده؟ لو كان المبيضين على الطرفين حصل لهم كده الالتواء، او لو كان التواء مزدوج او لو كان ان المبيض ده ممكن يحصل له مره اخرى كده. يعني بعض الناس او بعض البنات اللي بيحصل لهم التواء عندهم استعداد وقابليه ان يحصل لهم التواء مره اخرى، فعشان كده بنقول ايه بتتحط تحت ملاحظه، بتعرف نفسها الالم شخص ايه، ادي الالم المحمود هنا انه شخص ان في مشكله، والالم حرك الاسر انها تتحرك بدري، وده كان الوعي اللي احنا قاصدينه. لما يزيد الوعي الالم الحاد بسرعه نتحرك، بسرعه ممكن نلحق حاجات كتيره جدا، ما نتاخرش، ما نبداش بالمسكنات ودمتم، ما نبداش ننتظر، ما نتهمش البنات انها بتتدلع او انها مرفهه وانها رفاهيه يعني احساسها ما تقدرش يعني مبالغ فيه، لا لازم نحترم الالم، ولو احترمنا الالم هنلاقي فيه مشاكل كتيره جدا نقدر نتداركها ونحلها. انا نتفادى مشاكل كتيره جدا. ما كان ممكن اول مبيض هنا يضيع خلاص ما يبقاش فيه مبيض. زي ما هنتكلم في حاجه يمكن مش يعني مش هقدر اقولها دلوقتي في عبور، اكتشفنا في الفتره اللي فاتت دي في حاجه اسمها سكاد اللي هو سبونتينيوس كوروناري ارتري ديسكشن. كنا بنتكلم ان ممكن كوروناري ارت ديسكشن، كنا بنكتشف ان بنقول ان الالام اللي ممكن تيجي في صدر المراه، الم الحاد اللي ممكن يجي بسبب الام امراض في القلب او كوروناري او حصل انسداد او جلطه في الشريان التاجي، كنا دايما بنقول يا اما عندها ضغط عندها سكر عندها مشاكل في القلب بشكل او باخر. اكتشفنا في الفتره الاخيره ان ممكن يكون بصحه جيده، وخصوصا لما يكون كمان مرأة لسه قايمة من ولادة وأحيانا فترة الرضاعة تفاجأ بألام موجودة حادة، نكتشف إن الألام الحادة دي سببها إيه؟ سبونتينيوس لوحده سبونتينيوس كوروناري ارت ديسكشن، يعني كأنه بيحصل تير بيحصل تمزق في الشريان من جوه، فيحصل إيه الشريان لما يتمزق من جوه؟ يبدأ كأن جزء منه ترهل فيحصل سدة جواه لأن بيحصل وراء جلطات فتسد الشريان التاجي اللي موجود، وبالتالي بنقول مفيش أي امرأة تشعر بألام في الصدر وحتى لو لم يكن عندها تاريخ قبل كده مرضي أو وراثي في الصدر وتتجاهله أو تبدأ
يعني حد من اللي حواليها يقول لها ده حاجه وتعدي. لو اتكرر الالم لابد من الاستشاره فوريا، لان ممكن علاجه يكون بسيط جدا وكونزرفتيف ومش محتاج تدخل ولا قسطره في القلب، واحيانا يحتاج قسطره وانقاذ للروح، واحيانا يتكرر. وعشان كده بنشد الانتباه والوعي مستمر. اي الم، ربنا بيقول وكل شيء خلقناه بمقدار، اي الم في اي عضو ما بيعبر ان العضو ده في مشكله ما، وان كان المخ احيانا يبالغ في رد فعله عن استقبال الالم ويبالغ فيه احيانا نتيجه ان لما بيحصل للناس اللي عندهم مشاكل في الالم المزمن بيحصل تغير في شخصياتهم وسلوكياتهم وتقبلهم للالم نتيجه الاحباط، نتيجه الاوبسيسيف او الهايبوكوندريزم اللي بيحصل لهم، ونتيجه ان ممكن يحصل الاضطرابات اللي موجود في سلوكياتهم الشخصيه والهستيريا احيانا بيزيد. واحيانا الالم بيبقى مش موجود سببه، انا اقولها يعني احيانا الالم بيبقى مش موجود سبب للالم حقيقه، ولكن كان ايه، في عارف لما يحصل انذار كاذب ويجي يعني مثلا عندك انذار، الانذار بيرن او بيقول او بيعمل صوته لما يكون في حد قرب من الحاجه اللي انت عامل لها الانذار. ده بيجي في صداع نصفي قوي، بيجي في صداع، بيجي في الميجرين، بيجي في الميجرين. اشهر الامراض اللي فيهم القوره، القوره اللي هي بدايات الدلالات ان الالم جاي. لا انا عاوز اقول ان احيانا يحصل يحدث الم دون ان يكون هناك سبب مقنع لوجود الالم. يعني احيانا مثلا احنا عاملينها في الطب حاجه اسمها الفانتوم ليج او الفانتوم اورجن، يعني احيانا تبقى مريضه شايله الرحم، او احيانا رجل او امراه حصل لهم بتر في القدمين ويشعروا بتر في القدمين، يظهر الالم في القدم المبتوره مش موجوده، والمخ بيستوعب الم من القدم كانها لسه موجوده، يسال المريض عاوز يهرش فيها او يقول لك اي رجلي بتوجعني وهي او ركبتي بتوجعني وهي اصلا شايلين له الركبه. في اكتر من في 72 في يوم الاولانيين اكتر من 82% من المرضى اللي شايلين لهم الرجل بيشعروا بالالم ده. وبعد سنتين، بعد سنتين اكتر من ممكن 34% منهم برضو بيشعروا بالالم الموجود لما اتعملت الدراسات. يعني احيانا رجل الشبح او الفانتوم ليج او الفانتوم يوترس او ومب، يعني شايله الرحم وبالرغم كده المخ بيستوعب الام جايه من الرحم الموجود بالرغم ان هو متشال، وكان الباثوي اللي موجود والسيجنال والاشارات الموجوده احيانا بيبقى مبالغ فيها حتى لو لم نجد العضو اللي منقول منه الالم. هي المبالغه هنا مبالغه مرضيه، طبعا مبالغه مرضيه، مش يعني مش المريض، مش المريض، مش المريض، مش المريض، ده الجهاز العصبي، الجهاز العصبي هو اللي واخد كده بياخد كده. تعال نشوف برضو في الخضم ده الام حاده. يعني ايه الام حاده تاني؟ حصل انفجار في اكياس. يعني ايه انفجار في اكياس؟ يعني ان الكيس على المبيض ابتدى يحصل له تنشن ويجمع السائل اللي جواه، وبعدين بدا يشد على جوانب المبيض. طب الالم المبيض هنا ليه؟ اسمه فيسرال بين، الم احشائي. فايه اللي بيحصل؟ المبيض زي الامعاء لما بيحصل شد يتالم لان الريسبتور مستقبلات على الكبسولة الخارجية، وده سر ان لما يبقى في كيس على المبيض يبقى في الم شديد جدا. المبيض لو قطعته ما يتألمش زي الامعاء، لو قطعتها بمشرط الامعاء ما تتألمش. يعني لو حد حصل له حادث ممكن الالم اللي جاي نتيجة الجرح السطحي على الجلد وعلى العضلات اكتر كتير جدا من السطح في الامعاء، من الجرح في الامعاء. وكأني المبيض بيستجيب للتنشن والالتهابات اكتر. فتعال نشوف لما الاكياس بتنفجر ايه اللي بيحصل، للسبب اللي يخلي فيه الام بتبقى موجوده. تعال نشوف يعني بقى. الاول شكل لحاجه بتنفجر وبعد كده نسقط عليها بعض الانفجارات الموجوده داخل جسد المعدة. زي كده مثلا، زي كده ادي بالونه وادي كيس بصر مره واحده. ايه اللي بيحصل؟ انفجار داخل البالونه، وبيحصل ان كل كل مكوناتها تخرج بره. لو احنا قلنا تاني ادي انفجرت البالونه، ادي انفجر الكيس احيانا أوي. كل محتوياته بدات تكون داخل جسد المراه. طب تعال نشوف انفجارات مختلفه داخل جسد المراه وليه اسباب الالام اللي تبقى موجوده. انفجر الكيس كل محتوياته خرجت بره. طب تعال نشوف اشكال مختلفه
لانفجارات في كيس داخل مبيض، يا اما انفجار كيس دموي، يا اما انفجار كيس سائل شفاف، يا اما انفجار لبطانة رحم مهاجرة. كيس ممكن كيس بطانة رحم مهاجرة الشوكليت السميك ده ينفجر يبدأ يتمدد لغاية انه يحصل جزء من الانفجار نتيجة تآكل جزء معين يضعف ويخرج اللي جواه. طب لما يخرج اللي جواه سبب الألم ايه؟ ميكسد هنا مشترك، ادي نتيجة انفجار لبعض الأكياس الدموية وبعض بطانة رحم المهاجرة الموجودة. هنا لو احنا قلنا الأسباب المختلفة لتقبل الألام وانها تروح للريسبتور او مستقبلات ايه، يا اما احنا هنا نقول التنشن، طيب لما المبيض ادي حصل له جواه التنشن زاد والبريشر زاد انفجر فيعمل الألم. اتنين، محتويات الكيس اللي موجودة سواء يحصل التهاب بروتوني، يا اما كيميائيا نتيجة الالتهابات اللي موجودة جوه، يا اما التهابي، يعني مكوناته الداخلية هتعمل مشاكل موجودة في الدورة الدموية اللي في الحوض والتهاب بروتوني، يا اما نتيجة الكيماويات اللي موجودة داخل داخل الحوض وتاخد البروتون، ادي كمان كان كيس دموي منفجر. طب تعال نشوف النهارده دي انسة برضو اعتصرها الالم، وهنا الالم نوعين، الم كان مزمن نتيجة بطانة الرحم المهاجرة، احنا عارفين بطانة الرحم المهاجرة مرض التهابي مناعي التصاقي هرموني بيئي جيني كله، وهندخل فيه كل حاجة، وهنتكلم في جديد في الفترة اللي جاية ان شاء الله عن بطانة الرحم المهاجرة وعلاقتها بأمراض كثيرة جدا وليه زايدة جدا مع بعض الأمراض وليه هي مقدمة لبعض الأمراض مع الذئبة الحمراء ومع سيستميك لوبس ومع مالتيبل سكليروزيس ومع الاوتو اميون ديزيز زي الارثرايتس، ليه علاقتها بده كله مع الهاشيموتو ديزيز، هل هي مقدمه ولا معاها والفايبرمايالجا، ليه علاقتها بده كله. بس تعالى النهارده واحنا بنتكلم ونقول ايه، نهى عندها مشكله، عرفت ان عندها بطانه رحم مهاجره وكيس الام مستمره، والالم المزمن اللي موجود احيانا يحصل ايه، اكيوت اون توب اوف كرونيك، يعني الم حاد، الم مفاجئ بعد ما كان مزمن اتحول الى الم مفاجئ، الى الم اكثر حده نتيجه ايه، نتيجه انفجار في الكيس، كانت عاوزه تتحمل وتاخد بعض الادويه زيها زي غيرها، ان دي بنت ما ناخد بعض الادويه اللي تقلل من حجم الكيس وتخفيه لغايه لما تعدي المرحله دي وتتجوز. المرض لا ينتظر، والمرض لو ما واجهتوش هو اللي هيواجهنا، ولو ما سبقناهوش هو اللي هيسبقنا، ولو سبقنا هنبقى احيانا مش قده وراه بقى، هي احيانا مش قده بنجري وراه، ولا مؤد مضاعفاته ولا قد مشاكله ولا قد حاجه. تعال نشوف نهى وهي بتحكي، وتعال نشوف عملياتك كانت عامله ازاي. مهم قوي ان انت ما تسيبش المرض ينتصر ويتوغل، لانك انت في الحاله دي هتبقى عامل زي ما تكون بدل ما انت بتحارب حد لسه وحش صغير كده، لا بتحول الى وحش عملاق وخلاص بقى مفترس. العلاقه بينك وبين الامراض وبينك وبين الازمات والمشاكل كيل اور بي كيلد، يا تقدر انت تنتصر ياكله يا ياكلك، يا تنتصر يا ينتصر. تعال نشوف مع بعض. عندي 25 سنه، من حوالي سنه كده كان بيجي لي وجع في بطني، وجع جامد جدا، وجع كان مستمر ومش بقدر اتحمله، وجع زي البريد كده بالظبط، بس كنتش بحط في دماغي، يعني قلت عادي ده قولون او انتفاخ وهيروح، بس الموضوع زاد وكان الالم بيجي باستمرار وجامد جدا والمستكنات مش بتعمل حاجه، فقلت لازم اروح اكشف. رحت كشفت والدكتور قال لي ان هو كيس على المبيض الشمال ولازم يتشال، وفعلا عملت عمليه وشلته. بس ومن ساعتها اتعلمت ان اي وجع ما اقولش لا ده قولون او انتفاخ، لازم اروح عند الدكتور واكشف. بس وعملت العمليه وشلته، وبعدها كده بحوالي 6 شهور جالي نفس الالم بس على الناحيه اليمين، حسيت برضو بالم جامد جدا ونفس الاعراض اللي كانت بتحصل لي، بس المره دي ما سكتش وقلت لا، يعني اتعلمت من اول مره ان لما يجيلي الم اروح اكشف على طول، وفعلا رحت كشفت على طول وطلع جالي كيس تاني على المبيض اليمين. بس فماما قالت لي لا، احنا المره دي لازم نروح عند دكتور متخصص، لان الكيس طلع بعديها فتره صغيره جدا،
وكان الكيس الاولاني كيس كبير يعني حوالي 9 سنتي، فاحنا لازم نروح عند حد متخصص. وقابلت دكتور سيد وقال لي لازم نشيل الكيس، وشلت الكيس وعملت العملية، والحمد لله بقالي 10 ايام عامله العملية وحسب تحسن، وان شاء الله كيس ما يجيش تاني ما يطلعش تاني. ايه بقى هنا حته التحسن، امل التحسن الحمد لله، لكن هي خايفه من انه يرجع تاني. طبعا احنا عارفين ان احنا بنقول بمرض بطانة الرحم المهاجرة مرض لو كان في ريكارنس موجود او ريكارنس ريت موجود، وانه بيرجع تاني زي معظم الامراض المزمنه، زي معظم الامراض المزمنه. وليس هناك معنى ان في رجوع ان احنا ما نعالجش ولا نواجه. لو عندي اورام لفية بترجع مش عالجها، لو عندي بطانة رحم مهاجرة بترجع مش عالجها، لو عندي صداع مزمن بيرجع مش عالجه، لو عندي جلطات بترجع او دوالي بترجع مش عالجها. مرض مزمن لابد من مواجهته، زي ما كنا بنقول وان عدتم عدنا، هنعد نفسنا ونقلل مخاطره ازاي، ونقدر اكيد 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 لما بتتعامل مع المرض في المرحلة التانية. بس الاول حاجة العملية الأولى زي الطلة الأولى زي الأثر الأولى بيدوم. لو كانت المواجهة الأولى والمجابهة الأولى انتصار. كانت في انتصار، كان رجوعه أقل، وكان لما جيت يتعامل معاه في الرجوع أقل. بص هنا كيس منفجر تماما جوه، كانتش مصدقة أن ممكن كيس ينفجر داخل أحشائها وداخل بطنها. انفجر الكيس وشوف قد إيه، لو إحنا ما كناش دخلنا بالمنظار وشفنا الكيس المنفجر كان ممكن ده كله يتحول إلى صديد. وهنا بي عندنا اشكال من الالتهابات المزمنه اللي موجوده. شوف الكيس وصل لغايه فين، انفجاره وصل لغايه الكبد. كل ده لو ما كانش بسرعه دخلنا بالمنظار كان بسرعه كل ممكن ده يتحول الى صديد والتهاب بريتوني ودخلنا في مشكله اكبر. ادي الاكياس الالتهابيه اللي موجوده نتيجه ان المرض مزمن، والمرض المزمن بيعمل لانه في التهاب لانه مرض مناعي، فبيجيب الخلايا الالتهابيه في منطقه الحوض، وبالتالي يبقى في اكياس بتبقى موجوده. تخلصنا من الاكياس الالتهابيه، تخلصنا من الكيس الدموي اللي موجود، بنعطي بعض الالتصاقات اللي كانت موجوده، بندي بعض الادويه، وبنخلي بعض الاكلات اللي موجوده، واللايف ستايل كله بيتغير، شكل الحياه. زي ايه في عجاله؟ يعني احنا بنقدر نقول بقى الاكلات اللي هي بيسموها الجانجل فود، واكلات اللي موجوده اللي فيها الساتوريتد فاتي اسيد والدهون المشبعه اللي موجوده في السوق، اللي موجوده في كل الاطعمه المحفوظه والموجوده في الفاست فود، بنقلل من اكلها وبنزود بقى بعض الالياف الطبيعيه اللي بتاخد الاستروجين وبتخرج بيه من القولون، وبنزود زي الفاكهه وزي الخضروات، وزي بيبقى فيه الرياضه عشان تزود بعض الافيكاسي بتاعت الكبد عشان يتخلص من الاستروجين الزايد، ونزل الكفاءه اللي بتبقى موجوده، بتزود جهاز المناعه، لما الرياضه بتزود جهاز المناعه بتقدر تتغلب لان ده مرض التهاب. دي كل دي اكياس التهابيه موجوده بنتخلص منها، وبالتالي الالام بتبدا تبقى اقل، فرصه الالتصاقات بتبقى اقل. لما بنيجي نتخلص من الالتصاقات لازم تتخلص من الالتصاق من بدايته لنهايته، لان الالتصاق بيبقى عباره عن انسجه من الالياف ماشي فيها اوعيه دمويه بتربط الانساج الاعضاء الحره الاعضاء اللي ما كانتش ملتصقه ببعضها وتلتصق ببعضها. لما تيجي تتخلص من الالتصاقات لابد يكون عندك وقت وحكمه وقرار وفلسفه انك تتخلص من الالتصاقات، وازاي انك انت بتتخلص من الالتصاقات. ولو كنا قلنا ان الالتصاقات هي بترجع تاني، مش بترجع بنفس الكفاءه، مش بترجع بنفس الحدة، وبترجع تاني نتيجة العملية ونتيجة الخطوات اللي انت واخدها داخل غرفة العمليات. ولما احيانا بترجع وتعمل حاجة اسمها سكند لوك لبعض العمليات عشان تقدر تقلل. سكند لوك يعني بتعمل النظرة التانية بعد يعني كان جزء من العملية. لوك دي بمعنى الغلط. لا، انك انت بتعمل النظرة التانية لنفس المريضة عن عمد لبعض المرضى، انك انت تيجي تقول بعد اسبوعين هتقدر تعمل المنظار مرة تانية، او بعد شهرين او بعد ثلاثة، واحيانا لكون عشان تقلل من فرصة الالتصاقات مرة اخرى وتقلل من الالم. الحمد لله العملية موجودة وتمت على خير، والمريضة الحمد لله دلوقتي كويسه زي غيرها. ان احنا بنتكلم بنقول نواجه مرضنا ازاي، كان تقدر تتعايش مع كم من الالتصاقات اللي موجوده دي ما بين الامعاء اللي كانت ممكن تنسد في اي وقت، وما بين منديل البطن والالم الشديد اللي موجود لان حركه الامعاء بقت متكتفه وبقت بالتالي مش عارفه تتحرك حريه الامعاء. مع التبرز في الام، مع الانتفاخ في الام، مع الحركه فيها الام لانها لسه انسه.
ده شكل من الاشكال اللي موجود فيها انفجار كيس موجود. لو احنا نبدا نتحرك شويه، احنا هنا بنتخلص من بطانه الرحم المهاجره. يا جماعه مش عاوزين نوصل ان بطانه الرحم المهاجره الكيس الشوكليت يوصل يكون اكبر من 5 سم، لان كل ما تكون الكيس اكبر من 5 سم وبتتعامل معاه ومع اعتى الايادي في الجراحيه انك تتخلص من الكيس، فاكيد بتتخلص من جزء من مخزون المبيض الموجود، لانك انت وانت بتعمل التراكشن والتنشن وبتشد الكيس من جوه داخل المبيض، ممكن تكون يا اما انت ما عندكش الحرفه بالكامل، او حتى لما بيكون في الحرفه بالكامل في جزء من نسيج المبيض بيطلع بسبب الالتصاقات الشديده، ولما يحصل السيرفس بيبقى زايد بيبقى في فرصه ان احنا نفقد جزء من مخزون المبيض مع العمليه. فازاي ان احنا بنقول وانس ان بقى ده اخر اصدار للقشر وتوصيات للقشر المنظمه الاوروبيه لعلوم التكاثر والاجنه والمنظمه الامريكيه المعدله، ان احنا لما يبقى الكيس 2.5 سم نبدا نتعامل معاه، ونتعامل مع ما ينفعش تتعامل مع الكيس بشفط محتوياته، تتعامل مع الكيس المرضي ده انك تتخلص منه. هناك علاقه مباشره ما بين بطانه الرحم المهاجره والاكياس الدمويه، واكثر من 12 ورم سرطاني بيبقوا موجودين داخل جسد المراه بما فيهم حتى سرطانات الثدي، واكثر من النون هوجكن الليمفوما وسرطانات موجوده في المبيض، وممكن يكون مقدمه. انت عارف ان قد ايه بيبقى فيه مشاكل كتيره جدا من الكرونيستي واللونج ستاندنج انفكشن، الالتهابات المستمره اللي بقى لها فتره طويله جدا ان ممكن يحصل وتتحور ويحصل لا قدر الله ان بعض السرطانات اللي تبقى موجوده في المبيض. احنا سرعنا شويه بس الصوره معلش طبعا عشان نوريكم لغايه اخر العمليه، عمليه طويله جدا حقيقه ومختصر حتى بتاعها طويل قوي. حتى احنا سرعنا قد ايه لما احنا نقول هي كانت دي المره الثانيه تعمل عمليه استئصال. ما تسرعوش يا جماعه، فهنا احنا ما تسرعوش عشان الصوره تبان في احنا بنعمل ايه. احنا تخلصنا من الكيس اهو موجود، احنا في الاخر اهو ادي الكيس بيبقى داخل المبيض، ومعنى كده ان مش كل كيس في المبيض يلا نشيل المبيض، لا مفيش حاجه اسمها. اصله كان كيس كبير، لما يكون كيس نتيجه مشاكل ما لا قدر الله بوردر لاين مالجنسي او مالجنسي هنضطر نشيل المبيض لان انقاذ للروح وانقاذ الحياه، لكن لما يكون كيس التهابي ولا كيس بطانه رحم مهاجره مفيش حاجه اسمها ان اضطريت اشيل المبيض لان كان الكيس كبير. احيانا نقدر نعمل المنظار لكيس يتعملق ويوصل الى 25 سم و30 سم يتعمل له، واكثر من كده يتعمل له بتقنيات مختلفه، ونقدر من قبل ما نعمل المنظار نخش من طريق البطن ترانسكوتينس نسحب بعض ونشفط حجم الكيس يقل، وبعد كده نخش بالمنظار نقدر نتعامل مع المنظار ونتخلص من الكيس. في طرق مختلفه انك تتعامل مع الكيس وتتحايل على المرض علشان حتى تقدر تضعفه وتخليه في دخل في زي ما يكون ايه في دوخه وغيبوبه وتقدر تتخلص منه. كالعاده دايما مع الامراض وصعوبتها واخر فيه الامل، الامل ده مهم قوي، فعايزين نشوف الامل لان انا بحب قوي الامل معاك. تعالى ان الحلقه النهارده كان ما نقدرش كنا نتكلم على الغرع الالم، وتعالى ما نشوف وفي وسط الالم الذي خلق الموت والحياه ليبلغ ايكم احسن عمل. برغم ان احنا بنتكلم عن عن الموت اللي احنا بنتكلم عن الحياه، لان ربنا اللي خلقنا خلق فينا حب الحياه. تعالى نشوف الامل، وتعالى نشوف في الاخر ندعو ونبتهل الى الله ان هو يعدينا من المراحل اللي احنا بنعدي بيها ازاي في المرحله الزمنيه، واللي فقد حاجه ازاي ان ربنا هيكافئه ويعوضه. تعالى نشوف الاول نشوف الاول الامل. الامل we'll be right back.
امل جميل، وان الواحد يشوف طفل في حاجه رائعه جدا جدا. الامل والحياه، وربنا بيقول اعوذ بالله من شر ومن قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا. ربنا قال كده، ومن احياها فقد احيا الناس جميعا. كانما احيا الناس جميعا. ربنا بيقول ومن قتل نفسا بغير نفس، ما قالش مسلم بغير مسلم، قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا. يا رب احنا بندعيك ونبتهل ونقول للناس اللي فقدوا العزيز خلي بالكم، مكرر ربنا مرة هيعوض، ربنا هيعوض وهيدي. ما منعك الا واعطاك، حرمك من حاجات كتير عشان يعوضك. ما تقلقش، ربنا في السماء، الامل موجود، علمك الحياة. تعال نشوف كيف نبتهل الله وكيف ندعو الى الله. كيف نبتهل وكيف ندعو لله؟ هترككم مع الدعاء، ويعني انت نورتنا وشرفتنا النهارده واسعدتنا في حوار علمي رائع للغايه، راقي للغايه، تفاصيله كثيره للغايه. قدمت وجبه متميزه من شرح تفصيل لواحده من اصعب المواضيع وهي المواضيع الالتهابيه. نكرر تعزينا لاسر ضحايا مصر كلها، ابناء مصر، دماء مصر الزكيه، اللي احنا في حرب مهمة جدا لازم ننتصر فيها، وهننتصر فيها ان شاء الله. اوعى حد فيكم ييأس من رحمة ربنا ومن رغبتنا في الانتصار. هننتصر ان شاء الله، والله لننتصر ان شاء الله. وهتبقى مصر. وعايز الدليل، حلو قوي، وعايز الدليل على الانتصار ان شاء الله هذا الدعاء ان شاء الله. تعال نورتنا دكتور سامي. سنرزق، سنسعد، سننسى وسنعوض بكل ما هو جميل في يوم ما. فالمولى يقول أنا عند ظن عبدي بي، اللهم إني أظن بك غفرانا وتوفيقا وتيسيرا وسعادة وفرحا ورزقا وشفاء وحسن خاتم، فهب لي مزيد من فضلك يا واسع الفضل. شعور مريح حين تتفكر وتتذكر أن الله يسمعك ويعلم خفايا قلبك، كلماتك التي لم تقلها لأحد، حزنك الذي لم تظهره، وأنه برحمته تعالى يخفف عنك حتى قبل أن تطلب. جميلة هي الثقة بالله عندما يخرج شيء من حياتك لا تحزن، بل انظر إلى السماء وقل عوضني يا رب بخير منه. يأخذ الله ليعطي خيرا مما أخذ. صبر جميل، فالحياة لها مصاعب لن نجتازها إلا بالصبر. قد يختبر الله صبرك حتى في مدى تحملك لغباء أفعالك أو غياب الجميع عنك أو حتى فوضى مشاعرك. ادعو الله كثيرا بترتيبها وكن من الصابرين. ما أحزن الله عبدا إلا ليسعده، وما أخذ منه إلا ليعطيه، وما ابتلاه إلا وقد أحبه. عزاء لكل مصاب، حمدا لله على كل حال. لا أحد يعرف اللحظات الصغيرة التي ماتت فيها روحك، ولا أحد يعرف متى عادت ولا كيف عادت. بكل هذا الاتساع وأنت وحدك فلنكن أقوياء بالله. قد نمر بظروف نتمنى لو أن لنا جناحا نطير به من شدة يأسنا وقلة حيلتنا، وقد خلقنا ضعفاء في تحدي ظروف الهالكة، لكن الله زرع فينا حب الأمل، حب الحياة، وأننا نؤجر إن صبرنا، إن بكينا، إن بكينا أو تعبنا. نحن سعداء حتى في أحزاننا، لأنها من الله كتبها ابتلاء لنا ومن محبته لنا، فلا حزن يدوم، الله ربنا. هذا البرنامج برعاية مستشفى الأمم، الأستاذ الدكتور سيد الأخرس، المركز المتكامل لعلاج بطانة الرحم المهاجرة وجراحة المناظير والحقن المجهري، مركز شايني وايت لطب الأسنان، الأستاذ الدكتور شادي علي حسين. ابتسامة مشرقة لامعة في أمان وبدون آلام. We'll be right back.